بالعلم ويا العمل ضاريني جات للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ ايه الأخبار؟ تمام الحمد لله. أخبار الصيام معاكم عامل ايه؟ طب الحمد لله. طيب بما اننا بقى سألنا عن الصيام ورمضان، نسأل عن المحاضرات اللي فاتت. أخبار المحاضرات اللي فاتت ايه؟ يا ترى الحاجات اللي انتوا خدتوها طبقتوها ولا ما طبقتوهاش؟ تمام شوية. تمام، اللي ما حضرش المحاضرة اللي فاتت يا جماعة ممكن يسمع الفيديو بتاع المحاضرة اللي فاتت. تمام، هو الفيديو نازل موجود على الايفنت بتاع التسويق الالكتروني، ممكن تبقوا تسمعوه، او موجود على القناة بتاعت الأكاديمية. هو ان شاء الله النهارده انا معايا الفيديوهات بتاعت الجزء العملي اللي انا وقفت عنده المره اللي فاتت، بس هنعمل كده مراجعه بسيطه. هو موقع الاكاديميه يا جماعه مش شغال فيه عطل فني، بس ان شاء الله هيصلحوه قريب باذن الله. بس عامه الكورسات بتنزل على صفحه الاكاديميه وعلى الجروب بتاع الاكاديميه على الفيسبوك. نبدا بقى في محاضره النهارده. إن شاء الله محاضرة النهاردة هنكمل فيها الجزء اللي فات. كنا بنتكلم المحاضرة اللي فاتت عن التسويق عن طريق الفيسبوك. أنا هرجع لكم الأول على الجزء اللي أنا قلته الخاص بالفيسبوك. إحنا قلنا المرة اللي فاتت هو إزاي إن إحنا نعمل استراتيجية للتسويق على الفيسبوك، وازاي نسوق، يعني خطة التسويق عامة. ما اتكلمتش في التسويق المدفوع، كنت بتكلم في خطة التسويق عامة على الفيسبوك. قلنا كمان ان الفيسبوك هو ملك التسويق الالكتروني. ليه هو ملك التسويق الالكتروني؟ لان الفيسبوك ليه مميزات كتير، من اهمها ان عليه عدد مستخدمين كبير جدا، يكاد يصل الى 850 او اكتر مليون مستخدم، وبيدخل منهم حوالي 50% في اليوم. وكمان المواقع الخاصة بترتيب المواقع قالت إن الفيسبوك على مستوى المواقع يعتبر هو رقم 2 بالنسبة للمواقع كلها. إن شاء الله هشرح النهارده التسويق المدفوع على الفيسبوك بإذن الله. حاجة كمان يا جماعة، إن الفيسبوك بيستخدمه شركات كبيرة، بيستخدمه ناس بروفيشنال، بيستخدمه ناس بتقوم بعمليات التسويق كتير جدا. عشان كده يعتبر الفيسبوك هو الملك في عملية التسويق الإلكتروني. ده إن إحنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، واتكلمنا إنه الفيسبوك إزاي نجيب منه عملاء كتير، ازاي نستفيد من الناس، نستفيد من العدد ال 850 مليون اللي موجود على الفيسبوك. بما اننا في مصر، حتى لو في ناس معانا من بره مصر، فانا بتكلم على مصر تحديدا، في حوالي 17 مليون في مصر بيستخدموا الفيسبوك. هنعرف ازاي نستغل ال 17 مليون دول في صالح اعلاناتنا. طيب هنتكلم مع بعض عن استراتيجية التسويق الإلكتروني عن طريق الفيسبوك. قلنا إنه عشان نسوق عن طريق الفيسبوك لازم يكون عندنا بروفايل على الفيسبوك. ده أهم حاجة، إنه يكون عندك أكاونت على الفيسبوك والأكاونت بتاعك نشيط ودايما بتستخدمه. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن ازاي نعمل استراتيجية تسويق كاملة على الفيسبوك. قلنا ان اول حاجة لازم نعملها اننا يكون عندنا بروفايل على الفيسبوك، ويكون عندنا اكاونت. الاكاونت ده دايما يكون
نشط وعليه حاجات كتير بنعملها، حاجات نشطة تلفت انتباه الناس اللي حوالينا، بس تكون حاجات مفيدة، ما هياش مجرد حاجات وخلاص. يعني أنا بشوف ناس كتير ممكن ينزلوا 20 بوست في الساعة وما بيبقاش عليه ولا لايك ولا حتى نسبة مشاهدة ولا أي حاجة. معنى كده إن الحاجات دي مش مفيدة، مش مهمة، مش ملفتة لنظر الناس اللي حواليك. يبقى أول حاجة إن إحنا نعمل بروفايل، ودايما البروفايل بتاعنا ننزل عليه حاجات بتعبر عن شخصيتنا، لأن هو ده اللي بيسوق لينا. بروفايلك بيسوق ليك، الخلفية بتاعت البروفايل بتاعتك بتسوق لشخصيتك، البروفايل نفسه، صورة البروفايل بتاعك بتسوق لشخصيتك، الحاجات اللي انت بتكتبها او بتنشرها، الصور اللي انت بتنشرها، الفيديوهات اللي انت بتشيرها، كل الحاجات دي بتعبر عن شخصيتك وبتسوقها. طيب نتكلم في الحاجة التانية، بعد ما عملت اكونت على الفيسبوك، هل انت الاكونت ده هيخليك شخصية اجتماعية هتعرف تتواصل مع الناس؟ بالطبع لا، انت لسه داخل جديد على الفيسبوك مش هتعرف تتواصل مع الناس. يبقى الحاجة التانية اللي تعملها ان انت تشترك في الجروبات، تشترك في جروبات الفيس عشان تتعرف على ناس اكتر، وعشان الناس كمان تتعرف عليك اكتر. ولما تشترك في الجروبات هيبقى في تعارف، وكده هيبقى في اضافة اصدقاء، واتكلمنا بالتفصيل عن اضافة الاصدقاء في المحاضرة اللي فاتت. طيب بعد ما بنضيف الاصدقاء بنعمل ايه؟ عندنا بنشير فيديوهات، بس فيديوهات لازم تكون قيمة، لازم تكون بتهدف لشيء. يعني مثلا ما اروحش اشير فيديو اغنية مثلا، ما مش هتفيدني بحاجة، بالعكس انا هاخد عليها ذنوب، وفي نفس الوقت مش حاجة كويسة ان انا اشيرها. الفيديوهات اللي احنا نشيرها يا جماعة يا ريت تكون فيديوهات مفيدة، اي نوع من انواع الفيديوهات، بس يكون فيديو مفيد. كمان نشير بوستات، ممكن نكون مشتركين في صفحات، والصفحات دي نشير منها بوستات ليها معنى، ليها قيمة في الحياة، مش شرط تكون قيمة عملية قد ما تكون قيمة وخلاص، يعني هي ليها معنى، حاجة مفيدة. ممكن تكون حكم، مواعظ، أقوال مأثورة، تكون صورة مؤثرة، تكون حاجة طريفة، حاجة غريبة، دي كلها حاجات مفيدة. طيب نتكلم على الحاجة اللي بعدها، ان احنا بصفة يومية لازم الجروبات اللي احنا مشتركين فيها نعمل فيها بوستات، ننزل فيها منشورات. تمام. طيب المنشورات ديت بننزلها بتكون بتعبر عن ايه؟ تكون بتعبر عن حاجات خاصة بشغلنا، او حاجات قريبة من شغلنا، او حاجات قريبة من شخصيتنا، حاجات بتخلي الناس تعلق عليها، حاجات تتواصل الناس بيها معانا. طيب احنا دلوقتي تواصلنا مع الناس، عرفنا ازاي ندخل الجروبات ونضيف ناس، نشير فيديوهات كويسة، نشير موضوعات كويسة. طيب بعد كده بقى بنعمل ايه؟ خلاص بقى عندنا خبرة في الفيسبوك، مش ندور بقى على نفسنا ونعمل لنفسنا جروب زي الجروبات اللي احنا بنخش نشارك فيها وننزل فيها البوستات اللي احنا عايزين نعبر فيها عن شخصيتنا. يبقى المرحلة اللي بعد كده اللي هي سادس حاجة، ان احنا نعمل جروبات، ويا ريت يكون جروب واحد. يعني انا بشوف انه في اشخاص بيعملوا اكتر من جروب، مش شايفه انها فكره كويسه انه تشتت نفسك في نفس الحاجه بس على اكتر من اتجاه. يعني تعمل جروب اتنين تلاته وتقعد تباشر التلاته مع بعض، طب ما هو التلاته بيهدفوا لنفس الشيء، طب ليه تعمل 3 جروبات؟ وفي نفس الوقت كمان حتى وانت بتضيف الاصدقاء هتلاقي ان التلات جروبات فيهم نفس الأشخاص، يعني نفس الأشخاص، فكده مش هتقدر، يعني زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب، فأنت مش هتقدر تتواصل مع الـ3 جروبات بنفس الشكل. تمام؟ يبقى هو أنا أفضل إنه يكون جروب واحد وتنزل عليه كل اللي أنت عايزه. طيب بعد ما عملنا الجروب بقى
نبدأ نعمل دعوات للأصدقاء اللي عندنا، والأصدقاء اللي عندنا يعملوا دعوات للأصدقاء اللي عندهم، وهكذا علشان الجروب بتاعنا ينتشر ويكبر. وغير كده أنا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت إنه في أداة بتضيف لك الأصدقاء أو كود بيضيف الأصدقاء كلهم مرة واحدة في 5 دقايق بالظبط. طيب بعد ما ضفنا الأصدقاء نبدأ بقى في شغلنا إحنا، كده دخلنا في شغلنا. إيه هو الشغل؟ إن إحنا نبدأ نكريت إيفنت أو حدث على الجروب بتاعنا. إزاي؟ أنت عندك في الجروب في حاجة اسمها الإيفنت أو الحدث، بتدخل عليه وتكريت مثلا إعلان لمنتج أنت بتسوق له، وأوتوماتيك الإيفنت هيوصل لكل الأعضاء اللي موجودين في الجروب بتاعك. انت كده بتسوق لنفسك من خلال الجروب بتاعك، الجروب اللي انت بتكبره، يبقى ده نوع من انواع التسويق. طيب نتكلم عن الحاجة اللي بعدها، هو انه انت عشان تتواصل مع الناس والناس تعرفك اكتر وتنتشر اكتر، مش دورك بس ان انت تقعد تنشر 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 والناس ترد عليك وتعمل لك لايكات، لا، ما هو انت كمان لازم تشارك الناس، لازم تعمل كومنتات في البوستات بتاعت الأصدقاء بتوعك، ولازم كمان تعمل لايكات، يعني لو في حاجة عجبتك اعمل لها لايك، في حاجة جذبتك اعمل لها كومنت. عشان تتواصل مع الأصدقاء لازم هم كمان هيتواصلوا معاك. طيب بعد ما تواصلنا مع الأصدقاء وعملنا جروب وعملنا ايفنت في تسويق للمنتج بتاعنا، نبدأ بقى نفكر بشكل أوسع شوية، نجتهد حبتين، نبدأ نعمل صفحة على الفيسبوك. طيب ازاي بقى نعمل صفحة على الفيسبوك؟ دي هنقولها دلوقتي، هعرض عليكم الفيديو الخاص بكيفية إنشاء صفحة على الفيسبوك. وبعد ما بنعمل صفحة على الفيسبوك بنبدأ ننشر فيها منشورات خاصة بالصفحة، وأحيانا برضو ممكن ندعم الصفحة بمنشورات مش خاصة بيها، بس منشورات عامة ما تكونش حاجة مبتذلة، تكون حاجة مفيدة برضو، يعني ممكن تكون مثلا آية قرآنية، حكمة، أقوال لبعض المشاهير، يكون كاريكاتير لذيذ كده ودمه خفيف، يعني حاجة تكسر حدة الإعلانات اللي إحنا كل شوية بننزلها على الصفحة. طيب احنا بعد ما عملنا الصفحة ونزلنا فيها منشورات، نبدأ بقى نكبر صفحتنا ونعمل دعوة للأصدقاء إن هم يعملوا لايك للصفحة. صفحتك لو مترتبة صح هتلاقي الناس مجرد ما تشوف الصفحة هتدخل تعمل لايك على طول للصفحة، وبما إنك صديق كويس وهم يعرفوك قبل كده هيدخلوا برضه يعملوا لايك للصفحة، ومع الوقت صفحتك هتنتشر وتبدأ تعلن عنها في الجروبات اللي انت بيشترك فيها، تعلن عنها في الجروب بتاعك، تحط صورة مع الإعلان، دي كلها وسائل لتكبير صفحتك، أو إنك تحط الصفحة في موقع تبادل لايكات عشان تكبر صفحتك ويبقى عندك أكبر عدد من الناس عشان يشوفوها، كل دي وسائل بتكبر بيها صفحتك. طيب تعالوا بقى نتعرف مع بعض ازاي نعمل صفحة على الفيسبوك. اولا ده الفيديو، النهاردة هنتعلم علشان النت من دروس الفيسبوك وهو ازاي تعمل صفحة على الفيسبوك. نتابع مع بعض خطوات عمل صفحة على الفيسبوك. السلام عليكم أولا ورحمة الله. نقف هنا في مربع السيرش الخاص بالفيسبوك ونكتب كلمة كيرليت، هسيبكم تسمعوا الفيديو بعد كده نتكلم مع بعض فيه. هيظهر لنا في الاختيارات كرييت نيو فيسبوك بيج، تضغط عليها هتظهر لنا الصفحة اللي قصادنا حاليا، والصفحة دي هي اختيار نوع الصفحة اللي احنا عايزين نعملها.
او الاختيار اللي هو يقول لك هل الصفحه دي خاصه بالمكان اللي هو معروف او مشهور عايز تسوق له، ولا الصفحه الثانيه اختيار بيقول لك هل انت عايز تعمل صفحه خاصه بشركه او مؤسسه كبيره او اكاديميه او معمل. ثالث اختيار خاص بان انت تعمل صفحه خاصه بعلامه تجاريه معروفه او منتج معروف. رابع اختيار معانا ان انت تعمل صفحه خاصه بشخص مشهور او شخصيه عامه او اديب او كاتب معروف. خامس اختيار معانا هو ان انت تعمل صفحه خاصه باهتمامات معينه، زي مثلا الصفحات الخاصه بالجيمز، الصفحات الخاصه بالمصارعه، الصفحات الخاصه بكره القدم. دي كلها صفحات متخصصه باهتمامات معينه. سادس حاجة معانا ان انت تعمل صفحة عامة، صفحة اجتماعية، صفحة خاصة بكل شيء بتتكلم عن اي حاجة. يبقى احنا هنختار الاختيار الاخير. لما بنضغط عليها بيظهر لنا هنا ان انت تكتب اسم الصفحة. هنكتب مثلا اسم الصفحة قصة وعبرة. بعد كده بيقول لك ان انت توافق على الفيسبوك اللي هي الشروط الخاصة بعمل صفحات على الفيسبوك. بنضغط هنا في مربع على علامة الصحر، وبعد كده نضغط على كلمة get started. اول ما نضغط على كلمة get started يبقى كده احنا عملنا صفحة على الفيسبوك. هنشوف الخطوات الجاية اللي هي اول حاجة الاباوت بتاع الصفحة. يعني ايه الاباوت بتاع الصفحة؟ يعني الشرح بتاع الصفحة. نتكلم عن الصفحة. اول جزء فيه اللي هو الديسكريبشن بتاع الصفحة، اللي هو وصف الصفحة. انت اسم الصفحة قصة وعبرة. قصة وعبرة معنى كده انها الصفحة بتتكلم عن بعض القصص اللي فيها عبر معينة، فيها نصائح، فيها حكم معينة. يبقى احنا في وصف الصفحة هنكتب وصف خاص بالقصص والعبر. هنقول مثلا ان الصفحة تهتم بنشر بعض القصص الهامة، مثل قصص الرسل والانبياء والقصص الناجحة في الحياة التي بها بعض العبر والحكم والاقوال المأثورة. تمام. بعد كده بعد ما بنكتب الوصف بتاع الصفحة، الحاجة التانية بيقولك الويب سايت. لو انت عندك ويب سايت خاص بموضوع قصة وعبرة، بنحط الويب سايت هنا بحيث انه انت كمان تعلي من الويب سايت بتاعك ويبقى موجود على صفحتك، وبكده بتسوق للويب سايت بتاعك. طيب بيسألك الفيسبوك سؤال بعد كده، لو انت مش عندك ويب سايت خلاص ما بتحطهوش. بيسألك الفيسبوك بعد كده هل صفحة قصة وعبرة هي مؤسسة حقيقية او حالة او حدث معين. انت طبعا قصة او عبرة دي حاجة بتعبر عنك، حاجة اجتماعية، حاجة عامة، يعني مش هي مؤسسة ليها كيان. يبقى هنضغط نو. وبعد كده هنضغط على كلمة save information. هو طبعا انا ما كتبتش الديسكرايب، فهو قال لي في الفيسبوك قال لي لازم تكتب الديسكرايب بتاع الصفحة، وانا قصدت ان انا ما اكتبهوش عشان تظهر لكم الرسالة دي وتعرفوا ان ضروري تكتبوا الديسكرايب بتاع الصفحة. ليه بنكتبه؟ لان الديسكرايب بتاع الصفحة هو وصف الصفحة اللي بيظهر في السيرش بتاع الفيسبوك. الفيسبوك لما حد بيكون عايز يعمل سيرش عن صفحة معينة بيكتب كلمة معينة، الكلمة دي لو موجودة في وصف الصفحة بتظهر صفحتك في السيرش. يبقى احنا هنكتب هنا في الوصف صفحة تقوم بنشر القصص الهامة والمؤثرة والناجحة التي بها من العبر والحكم ما يفيدنا بحياتنا. اوكي. بعد كده هنضغط كلمة save information. هيدخل بينا على الخطوة اللي بعديها واللي هي بروفايل بيكتشر، اللي هو الصورة بتاعت الصفحة. الصورة بتاعت الصفحة عندك خيارين ان انت تحطها. اول حاجة upload from computer، ان انت ترفعها من على الكمبيوتر بتاعك،
وبتختار صورة مميزة بتعبر عن الصفحة بتاعتك. اوكي، دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، ان احنا نختار صورة مميزة، او ان انت تعمل لها import from website. ان انت تجيب، لو ضغطت على import from website بيقول لك دخل الرابط بتاع الصورة، بتجيب رابط الصورة من اي ويب سايت وتحطه هنا، فهتنزل على الفيس. اوكي، دخلنا الرابط او طلعنا الصورة من على الجهاز، بنضغط سيف فوتو. لو احنا ما عملناش كده وعايزين نخليها خطوة جاية، بنضغط على كلمة اسكيب، هتجيلنا الخطوة التالتة وهي فيسبوك ويب ادرس. الفيسبوك ويب ادريس هو عنوان الصفحة، الرابط او اللينك بتاع الصفحة اللي انت بتاخده تنشره في الاماكن التانية. المفروض ان هنا بتكتب العنوان بتاع الصفحة او الرابط يكون معبر عن اسم الصفحة. انت سي مثلا عامل اسم الصفحة قصة وعبرة، انت ممكن تكتب كلمة قصة وعبرة بحروف انجليزية يبقى ده رابط الصفحة قصة وعبرة، او ممكن تكتب كلمة stories او تكتب success stories اللي هي قصص ناجحة، تكتبها هنا في الجزء ده. تمام، مع العلم يا جماعة مع مراعاة انه اسم الصفحة ما بيتغيرش غير مرة واحدة فقط، يعني لو انت كتبته مش هينفع تغيره تاني، ارجو اختيار اسم مناسب بيعبر عن الصفحة. تمام، بعد ما بنكتب الاسم هنا، طبعا احنا ممكن ما نختارهوش دلوقتي ونفكر فيه بعدين، وبنبقى ندخل على الصفحة من جوه في الاعدادات بتاعتها نغيره. بعد ما بنكتب الاسم هنا بنضغط على كلمة set address. لو احنا ما عملناش الخطوة دي بنضغط على كلمة escape. طيب الخطوة الرابعة اللي هي reach more people، يعني اوصل لمزيد من الناس، خلي ناس كتير تعرف عن صفحتك. ده الجزء الخاص بالادفرتايزنج او الاعلانات المدفوعة على الفيسبوك. هنا بيقول لك اختار وسيلة الدفع او طريقة الدفع اللي انت هتدفع بيها، لو ضغطنا عليها جينا تفاصيل الاعلان المدفوع، وطبعا دي هناخدها في درس تاني ان شاء الله من دروس الفيسبوك. يبقى هنا هنعمل اسكيب للخطوة دي. بعد كده الخطوة الخامسة بيقول لك add to favorites، اللي هو ضيف صفحتك للمفضلة عندك. اوكي، المفضلة اللي هو الجزء ده يا جماعة اللي بيظهر لك فيه النيوز فيد والمسج والايفنتس. تمام، كده هنضيف قصة وعبرة، نضغط على كلمة add favorites، هتظهر لنا مع الثلاث حاجات اللي انا قلتهم. بعد كده نضغط next، هتظهر لنا الصفحة بتاعتنا بعد ما اتعملت. تمام، بيبدأ الفيسبوك يقول لك على الخطوات اللي المفروض تعملها بعد ما عملت الصفحة. اول حاجة تعملها هي انه انت تضغط لايك للصفحة. ضغطت لايك، تاني حاجة ان انت تضيف البروفايل بيكتشر لو انت ما ضفتهوش وانت بتعمل الصفحة. تالت حاجة تضيف الكفر بتاع الصفحة، وارجو مرة تانية ان الكفر بتاع الصفحة والصورة بتاعت الصفحة الاتنين يكونوا مناسبين للصفحة اللي انت عاملها وبيعبروا عن الصفحة. كده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل صفحة على الفيسبوك، وان شاء الله نتقابل في درس تاني من دروس الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اي استفسار عن طريقة عمل صفحة على الفيسبوك؟ تمام، تالي الموضوع سهل جدا وبسيط. مدة المحاضرة 3 ساعات يا محمد. طيب يا جماعة، هو السلايد ده اللي هو كان طريقة شرح ازاي نعمل صفحة على الفيسبوك، بس كان مجموعة صور. طيب هنتعرف مع بعض ازاي برضو نعمل الستاتيك اتش تي ام ال واحنا اتكلمنا عليه، اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت. واحنا قلنا المحاضرة اللي فاتت انه الستاتيك اتش تي ام ال ده بيساعد على تكبير الصفحة، وهو عبارة عن ابلكيشن ترحيب او تاب الترحيب الخاص
بتكبير الصفحة أو إعلان عن منتج معين بيساعدنا برضو في تكبير الصفحة. يعني سي مثلا أنا بسوق لمنتج معين، فبعمل التاب ده وبيبقى فيه جزء دايا داليا اسمه static HTML، اللي هو ابلكيشن بيتعمل على الصفحة. الابلكيشن ده بنعمله للناس اللي المفروض عايزينها تشترك في الصفحة. الابلكيشن ده عبارة عن ايه؟ الابلكيشن ده يا جماعة عبارة عن محتوى نص. هو مش مهم قوي الابلكيشن ده على فكرة. هو يا جماعة الابلكيشن اللي انا بتكلم عليه هو مهم في حالة لو الصفحة بتسوق لحاجة معينة، او كمان انت عايز تكبر صفحتك بالطريقة دي. هي طريقة مفيدة بتنفع انه انت بتسوق للصفحة في الجروبات مثلا، او تنزل الابليكيشن ده على الصفحة بتاعتك، تنزله ببوست. فالبوست ده لو الناس دي فعلا عاملة لايك للصفحة هتشوف محتوى الابليكيشن زي ما هو، لكن لو الناس مش عاملة لايك للصفحة هتلاقي الفيس مديله مربع نص كده بيقوله اعمل لايك للصفحة عشان تقدر تشوف المحتوى. طيب تعالوا نتعرف مع بعض بشكل اوضح شوية وتفسير واسع شوية لطريقة عمل الابليكيشن وازاي نستفيد منه. برضو هنتفرج عليه فيديو عشان ده عملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم درس جديد من دروس الفيسبوك، وهو ازاي تضيف static HTML اللي هو تاب الترحيب او تاب اعلان لاي حاجة انت بتسوق لها على صفحتك، وعايزين نجمع بيه اكبر عدد من اللايكات. طيب نشوف مع بعض كده ازاي هنضيف التاب. هنا في مربع السيرش الخاص بالفيسبوك بنكتب كلمة static. مجرد ما نكتب كلمة استاتيك بس هيظهر لنا مجموعة من الابليكيشنز اللي احنا نختار ما بينها. هنختار اول ابليكيشن اللي هو استاتيك HTML، وياريت يا جماعة نركز قوي في شكل الاستاتيك ده. هنلاقيه مربع رمادي في نجمة، تمام. هنختار الاستاتيك ده، هيحمل هنا معانا. ظهر لنا الصفحة اللي قصدنا دي مكتوب فيها static HTML، ده الابليكيشن اللي احنا هنضيفه في صفحتنا. في عندنا المربع الازرق ده مكتوب فيه add static HTML to page، هنضغط عليه هيفتح لنا صفحة تانية مكتوب فيها add static HTML، وهنا السطر اللي تحتيه على طول مكتوب add this application to، اللي هو عايزين نضيف الابليكيشن ده لايه. وهنا جايب لك مربع مكتوب فيه choose a page، نختار الصفحة اللي احنا هنعمل فيها الاستاتيك. سي مثلا صفحة حكم ومواعظ، او صفحة قصة وعبرة. وبعد كده بيظهر لنا الزرار ده اللي مكتوب عليه add static html، هنضغط عليه. مجرد ما بنضغط عليه بيرجعنا للصفحة بتاعتنا ويظهر لنا الاستاتيك اللي احنا عايزينه. هو ده الاستاتيك اللي هو مكتوب عليه كلمة ويلكم، لان انا كنت عاملاه قبل كده فظاهر لي بصورة كورساتي اونلاين. فاحنا هندخل على التاب ونتابع مع بعض الخطوات من اول وجديد. هنا بنضغط على كلمة edit tab، نفتح هنا كلمة edit tab، بيظهر لنا نوعين من المحتوى. ده الاندكس HTML، ده الجزء اللي بيظهر للمعجبين بالصفحة، الناس اللي موجودة فعلا بالصفحة، اللي عاملة لايك للصفحة. الجزء الثاني ده كده لو ضغطنا على كلمة فانجت، ده الجزء الثاني اللي بيظهر للأشخاص الغير معجبة بالصفحة. طيب تعالوا نشوف الجزء اللي هو المحتوى اللي بيظهر للمعجبين بالصفحة. المفروض ان الجزء بتاع ال HTML ده بنضيف فيه اما صورة ترحيب لو احنا هنعمله تاب ترحيب فقط، او صورة بالمنتج اللي احنا بنسوق له.
طيب الصورة دي بنجيبها منين؟ في عندنا موقع للتحميل هنا كده زي الموقع ده. الموقع لما بتحمل فيه الصورة، سي مثلا احنا هنعمل التاب دوت لتسويق مجموعة من الكورسات مع بعض، هنحط الكورسات كلها في صورة واحدة ونعمل الصورة ونحملها على الموقع. الموقع ده بيدينا 4 روابط للتحميل، عندنا رابط للمنتديات لوضع الصورة في المنتديات، ورابط للمشاركة اللي هو نعمل لها شير، ورابط للصورة المباشر وده بينزل في أي موضوع لو احنا بننزله في موضوع ولا حاجة، ورابط ال HTML ده لو احنا بننزله في صفحة على الفيسبوك. يبقى احنا هناخد كوبي من رابط ال HTML، نضغط على كنترول سي، وبعد كده نروح للتاب بتاعنا تاني، نرجع هنا للتاب ونضغط هنا كده كنترول A لو احنا عندنا محتوى موجود، ونروح عاملين كنترول V بالتاب اللي احنا عاملينه. ولو عايزين نشوف الصورة هتظهر ازاي، نضغط هنا على كلمة بريفيو تاب، هتظهر لنا الصورة بالشكل اللي هيظهر قصادنا ده. دي الصورة اللي احنا عاملين لها التاب، نضغط على كلمة done. طيب تعال نشوف هنا في الجزء التاني اللي هو المحتوى بتاع الفان، نضغط على الكلمة دي كده ونضغط هنا علامة صح enable vanguard، هنضغط على كلمة enable هنا، نضغط علامة صح تمام عشان يظهر لهم المحتوى ده. ده المحتوى اللي احنا هنكتبه، هو المفروض هنا بيديك محتوى مكتوب بالانجليزي اللي هو like our page. احنا هنشيل المحتوى اللي بالانجليزي ونكتبه باللغة العربية. لو احنا عاملين اعلان لمجموعة من المنح الخاصة بأكاديمية معينة وعايزين نكتب شيء بيعبر عن المحتوى، يبقى هنكتب هنا لمشاهدة تفاصيل المنح المدعمة اضغط لايك حتى يظهر المحتوى بالكامل. بعد ما كتبناها هنضغط سيف اند بابلش، حفظ ونشر، وبعد كده هنضغط هنا على كلمة فيو تاب ان اون فيسبوك، هيفتح لنا الصفحة بتاعتنا تمام. وادي الصفحة بتاعتنا، ده اللي هيظهر في الصفحة للمشترك في الصفحة. بما ان انا عاملة لايك للصفحة ظهر لي المحتوى ده. طب لو انا هنا ضغطت على كلمة اللايك هيظهر لنا المحتوى اللي بيظهر للاشخاص اللي مش عاملين لايك. طيب اه بيقول لك لمشاهدة تفاصيل المنحة المدعمة اضغط لايك حتى يظهر المحتوى بالكامل، هنضغط لايك اوتوماتيك هينقلني للمحتوى تمام. طيب تعالوا نشوف بقى في الصفحة ازاي نغير كلمة ويلكم. هنا كده بنفتح الاول السهم ده عشان يظهر لنا ازاي نضيف. بنفتح السهم ده بيظهر لنا الابليكيشنات الفاضية، فنضغط هنا هنا اهو كده شايفين في علامة القلم، نقف عليها، لما بنقف عليها بالماوس بيظهر لنا علامة القلم، لو ضغطنا عليها كليك هيظهر لنا remove from favorite اللي هو نشيله من المفضلة، edit setting تمام. يبقى احنا نضغط على edit setting، بنكتب هنا اسم التاب سي مثلا منح مدعمة، ونضغط سيف وبعدين اوكي. مجرد ما نضغط اوكي نزل لنا اهو اسم التاب بقى منح مدعمة. طب لو احنا عايزين نغير الصورة دي بنضغط هنا برضو، هنلاقي من الايديت سيتنج هلاقي هنا كاستم تاب ايمج، ونضغط على كلمة تشينج. مجرد ما نضغط عليها هتفتح لنا صفحة هنا فيها مكان الصورة، ولو وقفنا عليها هنا هنلاقي كلمة edit، بنضغط على كلمة edit بيقول لك اما ديليت للصورة القديمة او تشوز فايل، من يعني نختار صورة من على الجهاز، بس بشرط يا جماعة ان الصورة يكون مقاسها المقاس اللي هو كاتبه لك 111x74. هنضغط هنا كنسل لان احنا ضفنا صورة قبل كده، وبكده يبقى احنا عرفنا، هنضغط اوكي هنا، وبكده احنا يبقى عرفنا ازاي نعمل تاب ونسوق بيه لصفحتنا. واحنا لو عايزين نسوق بيه لصفحتنا بنضغط على التاب
يظهر لنا هنا كده، ده الرابط بتاع التاب اللي فوق دوت، بناخده كوبي ونحطه مثلا في الصفحة هنا كده في بوست، نكتب مثلا منح مدعمة من أكاديمية كامب إيجيبت الزقازيق، ونضغط هنا نحط التاب، نحط رابط التاب، هيظهر لنا هنا اهو التاب زي ما احنا شايفين، منح مدعمة واسم الصفحة وهنا المحتوى بتاع الصفحة. احنا ممكن بعد ما بيظهر لنا الجزء ده اللي فيه الصورة واسم التاب، ممكن نحذف الرابط ده وهيفضل الجزء ده ونضيفه، وبكده بيظهر للأشخاص المشتركين في الصفحة. لو هم عاملين لايك بيدخلوا على طول اوتوماتيك على التاب، لو هو مثلا عمل لايك او كومنت وظهر لأصدقائه ودخلوا عشان يشوفوا التاب، لازم يعملوا لايك للصفحة عشان يشوفوا التاب. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل تاب HTML، تاب ترحيب او تاب تسويق لأي منتج من منتجاتنا. نلتقي ان شاء الله في درس جديد من دروس الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده عرفنا ازاي نعمل الاستاتيك HTML. هل في اي مشكلة في الاستاتيك؟ روابط الفيديوهات موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتي، الدعم الفني هينزل لكم الرابط. امام الخطوات كتيرة بس بسيطة جدا على فكرة، انت بس عشان بتتفرج عليها ما بتطبقهاش، لكن لو انت مشغل الفيديو وفاتح الصفحة بتاعتك وبتطبق عليها الخطوات دي، هتلاقيها خطوات سهلة جدا وبسيطة، وانت لوحدك هتمشي فيها من غير ما تحس انها صعبة ولا كتير. كده عرفنا ايه هي خطوات الاستاتيك HTML. طيب نكمل بقى الجزء اللي المفروض ناخده النهاردة في المحاضرة بتاعتنا. دي الخطوات بالصور. طيب هنكمل الجزء بتاع النهاردة، هنشوف بيتكلم عن ايه. انا ما قلتش الجزء الخاص بانه انت لو عايز تعمل تاب تاني باعلان تاني على صفحتك. الجزء ده يا جماعة هو نفس القصة بالظبط، بس انت بتختار الستاتيك HTML مكتوب جنبه سكند تاب او سيرد تاب، اللي هو عايز تعمل تاب تاني. انت عندك تاب اولاني، يعني انت عامل تاب خلاص، احنا عرفنا ازاي نعمل التاب تمام، وقلنا نختار التاب الاولاني ده اول حاجة اللي هو فيه النجمة في المربع الرمادي. طيب لو انت عايز تعمل واحد كمان باعلان تاني مختلف، فايدة التاب انه بيسوق للمنتج بتاعك وبيسوق لصفحتك، لانه اللي عايز يشوف محتوى التاب، انت مثلا عامل اعلان زي ما انا قلت اعلان لكورسات، وكاتب في الاعلان خصم 20% او 50% على كورس كذا مثلا، لو عايز تعرف تفاصيل اكتر اضغط الرابط. فلما بتضغط الرابط، الشخص اللي غير مشترك في الصفحة لو ضغط الرابط يقول له اعمل لايك للصفحة، يبقى انت استفدت حاجتين، استفدت ان انت كسبت عضو جديد في الصفحة، واستفدت ان بتعمل اعلان او تسويق للمنتج بتاعك اللي انت بتسوق له. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نسوق لمنتج تاني يا جماعة ونعمل له نفس الطريقة، نعمل ابلكيشن تاني او تاب تاني استاتيك HTML، مش بينفع انه احنا نحط في نفس التاب نفس المنتج، لا احنا ممكن نعمل واحد كمان. الواحد كمان ده بيبقى بنفس الاسم، بس بتلاقي في السيرش مكتوب عليه سكند تاب لو انت بتعمل واحد تاني تمام. لو عايز تعمل تالت بتختار ثيرد تاب، هو معاك لحد 16 تاب ممكن تعمله في الصفحة، يعني انت ممكن تسوق ل 16 منتج في صفحتك. اوكي يا جماعة؟ طيب
في حاجة كمان، هو أنا مش عاملاها فيديو، بس هو إزاي تضيف اليوتيوب لصفحتك. دي أنا ما عملتهاش فيديو، بس ممكن أعملها فيديو المحاضرة الجاية وأعرضها عليكم. بس هي طريقتها سهلة جدا. لا هو بص، بالنسبة لموضوع التبات، هو مش بعددها الكبير أو بعددها القليل. التاب ده احنا بنستغله في تسويق منتج مهم جدا، يعني حاجة مهمة، حاجة عليها عرض قوي، حاجة تخلي الناس فعلا تفتح التاب. ما انت ممكن تعمل تاب ملهوش أي لازمة، تسوق له ومحدش يستفيد منه ومحدش يفتحه. أول ما هيفتحوه ويلاقوا اضغط لايك، هيقول لك لا ده شغل سبام، وهيدينا صفحات كتير عشان نعمل لها لايك، لأن الناس بقى في ذهنها النقطة دي. الناس اصلا بقت بتستغل التاب في حاجات كتير تانية، انه تلاقيه مثلا حاطط لك 20 صفحه في التاب، يقول لك اضغط لايك هنا وهنا وهنا وهنا، وبعد كده هيظهر لك المحتوى. انا هتدخل على المسابقه سي مثلا. لكن احنا التاب يا جماعه بنعمله بمنتج بيكون عرضه قوي جدا، ان انت مثلا المنتج ده لو مثلا بنسوق لتليفون، مثلا لو انت بتسوق لتليفون ماركه معروفه زي سامسونج مثلا، وقلت ان التليفون ده من شركه كذا، والشركه دي عامله عليه خصم يصل ل 35% زائد ضمان لمده سنه مجانا، بتهيألي الاعلان ده قوي جدا. لو انت عملت له تاب يبقى انت كده استفدت منه، هتكسب انه اعضاء كتير عايزه تشوف المنتج ده بيتباع فين، يبقى هتخش وهتضطر تعمل لايك اجباري لصفحتك. يبقى انت كده كسبت لايك للصفحه بتاعتك، وكسبت مشاهده للاعلان بتاعك. يبقى انت استفدت من حاجه واحده في حاجتين. تمام. طيب نورهان بتقول لي ينفع اسوق لكورس مجاني مثلا؟ ما افضلش ان الكورس المجاني يتسوق له بتاب. هو ممكن يتسوق له بتاب، بس انت بتقولي كورس مجاني، فطبيعي ان الناس خلاص عرفت انه كورس مجاني، خلاص يعني مش هيخش يشوف معلومه زياده. انت بتتكلمي مثلا قلتي كورس تسويق الكتروني مجاني، اللي مهتم قوي مش هيخش يعمل لايك، هو هيبقى عارف انه الكورس ده معروف هو مجاني. ما هي دي الميزه وانت قلتيها. لا انت لما بتقولي خصم على منتج من شركه كذا، انا عايز اعرف الشركه دي فين، مين عايز اوصل لها، عايز اشتري المنتج ده. تمام. لكن لو كورس مجاني وعامله له تاب، الناس هتحس انها خدعه. زي كده الناس اللي بتعمل مسابقات وهميه وتقول لك عشان تشترك في المسابقه اعمل لايك اضغط كلمه لايك اللي موجوده عندك في الصفحه، فتلاقي 20 30 لايك. بعد ما تضغط عليهم تدخلي المسابقه، يقول لك اعمل انشر الاعلان ده في 50 60 جروب، ولا مش عارفه 50 70 صفحه. وفي الاخر خالص يا جماعه ما بنلاقيش حاجه. ده مش بيحصل معاكم؟ اكيد ده بيحصل. ليه؟ لان دي حاجه وهميه، هم عاملينها بس عشان يستفيدوا لايكات للصفحات. لكن اللي انا بقول لكم عليه او التاب اللي انا بتكلم عليه، لو لقيتوه في اي صفحه افهموا ان التاب ده بيسوق لمنتج معين، منتج بالفعل. لما تلاقي التاب بيقول لك اعمل لايك للصفحه عشان تشوفه، يبقى فعلا في منتج، مش في 500 لايك تعملها عشان تدخل تشوف المنتج. تمام. طيب نتكلم مع بعض ازاي. لو انت عندك قناه على اليوتيوب، احنا دلوقتي عرفنا ازاي نربط ما بين الفيسبوك والاستاتيك اتش تي ام ال. هو الظاهر على الشاشه دلوقتي حاليا يا جماعه هو طريقه عمل قناه اليوتيوب على الصفحه بتاعتنا، وده اللي انا بشرحه. طيب ازاي نعمل، ازاي نربط مع بين قناه اليوتيوب بتاعتنا وبين صفحتنا على الفيسبوك؟ لو انت عندك قناة على اليوتيوب، القناة دي بتعرض فيديوهات مهمة، فيديوهات اللي عنده الشاشة سودا يا جماعة يعمل ريفرش للصفحة. الفيديوهات دي اللي احنا عايزين نعرضها في صفحتنا لازم تكون فيديوهات قيمة يا جماعة. مينفعش مثلا واحد عامل قناة على اليوتيوب والقناة دي تكون مثلا كلها أغاني، مينفعش. ما ينفعش قناة كلها أغاني أنت تحطها على صفحتك وأنت صفحتك دي هتشتغل بيها في التسويق.
ما ينفعش، لانه انت شغلك في التسويق، فالفيديوهات اللي بتقدمها لازم تكون فيديوهات قريبة من نشاطك. ما بقولش انها تكون فيديوهات تسويقية، لا، لازم تكون قريبة من نشاطك. يعني سي مثلا ممكن تكون فيديوهات فيها حاجة أغاني حرام يا أشرف، ما ينفعش تسوق ده أغاني، أنت كده بتسوق لسيئات. الأغاني حرام يا جماعة، ما ينفعش تسوق لأغاني. يعني هو أنا مش عايزة أتكلم في الدين لأنه مش اختصاصي، وأنا مش داعية إسلامية، بس ما ينفعش يا جماعة نسوق لأغاني. وعشان كده أنا حتى لما بتكلم بقول بلاش تكون الفيديوهات فيها أغاني. لكن لو انت هتسوق لأغاني، لا، هو التسويق للأغاني حرام. فالقناة بتاعتنا احنا ممكن يكون عليها حاجات تانية مفيدة. يعني انا مثلا القناة بتاعتي مش كلها فيديوهات تعليمية، انتوا ممكن تخشوا تلاقوا مثلا في حاجة بتتكلم، يعني حاجة اسمها هنا القاهرة، ده عبارة عن برزنتيشن على الباوربوينت وانا عاملاه فيديو. يعني بس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن القاهرة، عن جمالها، عن سحرها، عن الأماكن الجميلة اللي فيها. فدي حاجة جميلة، يعني حاجة الواحد لما يقعد يتفرج عليها ينبسط منها، أو يحس إنها حاجة فادته، إنه شاف مثلا، عرف شكل مكان هو ما شافوش في مصر عامة. ممكن مثلا يكون فيديو قصة بتعبر عن حاجة مفيدة جدا لينا، يعني حاجة مثلا في التنمية البشرية، حاجة في تنمية الموارد، تنمية المواهب، حاجة كوميدية نادرة، حاجة فكاهية. المهم إن إحنا نبعد عن موضوع الأغاني ده، وبلاش نحمل أغاني. تمام؟ لا، هو على فكرة هو مش عشان حرام بس، لا، هو كمان يا أشرف، أنا ما بتكلمش على الأغاني لأن هي حرام، لكن أنا بتكلم إنه أنت صفحة خاصة بالتسويق، يبقى التسويق ما ينفعش يكون فيه أغاني. ينفع يكون فيه حاجات ترفيهية تجذب الناس، إنما الأغاني أي حد عايز يسمع أغاني هيدخل على اليوتيوب ويسمعها براحته. لكن أنت ما مش مستحب إن أنت يعني إيه تحط أغاني. الكورة، في ناس كتير مهتمة بالكورة على فكرة. فيديوهات الكورة يا جماعة دي أكتر فيديوهات بتلاقي إعجاب عند الناس. ليه؟ لأن فيديوهات الكورة، في فيديوهات بيبقى خاصة بمشاهد الألوان، ضربات الجزاء، الحاجات دي بتبقى كويسة جدا. أحيانا بيبقى في لقطات نادرة كده في الماتشات، واللقطات دي بتفرق مع الناس، بتبقى حاجة كويسة. طيب نتكلم مع بعض بقى ازاي بنعمل تاب اليوتيوب على صفحتنا. التاب ده سهل جدا يا جماعة، بسيط جدا، بيتعمل في خطوتين، ما بياخدش اكتر من دقيقتين. بيتعمل ازاي؟ احنا عشان نعمله، احنا يا جماعة دلوقتي قدامنا في اكتر من تاب، ممكن تختاروا التاب اللي انتوا عايزينه. انا مش بلزمكم بتاب معين. يعني مثلا التاب الاولاني ده معمول له 75 مليون لايك، ده تاب جامد جدا وممكن تستخدموه. في التاب التاني ده اللي انا مستخدماه، اللي هو تاب فور بيجز، ده تاب كويس جدا، انا استخدمته، اللي انا معلم عليه بالسهم الاسمر. ده تاب خاص بالصفحات، بيربط ما بين قناتك على اليوتيوب وبيربط بين صفحتك على الفيسبوك. يعني اي فيديو انت هتنزله على اليوتيوب هينزل اوتوماتيك على الفيسبوك. طيب تعال نشوف ازاي. احنا بنختار التاب اللي احنا شايفينه ده، العلامة الحمراء، تمام، اللي هو تاب فور بيجز، بنضغط عليه، وبمجرد ما نضغط عليه هينقلنا للصفحة اللي قصادنا دي. على فكرة يا جماعة، كان الأول عشان نضيف تاب يوتيوب على الفيسبوك، كان المفروض انتوا شايفين اسم الموقع اللي قصادكوا ده، انفيلور، ده موقع
موقع كنا بنخش عليه الأول وبنضيف التاج من عليه فبينزل اوتوماتيك على الفيسبوك. الفيسبوك شاف انها حاجة مش كويسة او مش حلوة في حقه انه تروح لموقع غريب ويديك الربط ما بينك وما بين اليوتيوب، فهو عمل تعاون مع الموقع ده بحيث ان الموقع ده يعمل ابلكيشن ليه على الفيسبوك، وبكده بقى في ابلكيشن على الفيسبوك باسم الموقع. بمجرد ما تضغط على اليوتيوب للصفحات بيظهر لك الابلكيشن ده وبيكون اسم الموقع فيه اللي هو امبلبل. طيب احنا بعد ما بتظهر لنا الصفحة اللي قصادنا دي بيقول لك، هو هنا بيقول I want to install YouTube، المفروض ان انت تضغط هنا على المربع ده click here to install. من اجمل ما في الفيسبوك ان هو بيديك الخطوات وبيقولك اعمل ايه. اهو انت عايز تضيفه وعايز تضيف اليوتيوب عندك على صفحتك، اضغط هنا. فنضغط على كلمة click here to install، بعد كده بتظهر لنا الصفحة دي. بيقول لك عايز تضيفها على انهي صفحة. لو انت عندك مجموعة من الصفحات عايز تضيفها على صفحة معينة، بنختار الصفحة اللي احنا عايزين نضيفها عليه. وبمجرد ما نختار الصفحة بتظهر لنا الصفحة دي، بيقول لك عايز تعمل إضافة لصفحتك من خلال الابليكيشن ده، اضغط اوكي. تمام، يبقى احنا هنا بنضغط الصفحة وبعدها هنضغط اوكي. كده الابليكيشن بتاع اليوتيوب نزل في صفحتك. وطبعا ممكن تغير اسم الابليكيشن لان الابليكيشن بينزل باسم يوتيوب فور بيجز، فانت ممكن تغيره زي ما انا عاملاه كده كاتباه ذا لايف جروب فيديوز. انت ممكن تغيره بنفس الطريقة بتاعت التاب اللي هو كورساتي اونلاين. هنا بيظهر لك علامة القلم لما بتقف هنا وتغير منها اسم التاب باسم الصفحة بتاعتك، تقول فيديوهات صفحة كذا، بلاش كلمة صفحة، انت تكتب اسم الصفحة على طول. تمام؟ في اي استفسار يا جماعة في الجزء الخاص بالابليكيشن بتاع اليوتيوب؟ تاني سهل وبسيط وفي دقيقتين تقدر تنزله، هو مجرد خطوتين بالظبط. في اي استفسار عنه؟ ان شاء الله المحاضره الجايه هعمله لكم عملي. وانا بس ما كانش عندي وقت في الاسبوع اللي فات غير اني عملت لكم الفيديوهين اللي انا عملته، غير ان كان في فيديو قديم المفروض هنشرحه النهارده. نتابع مع بعض بقى، نخش على جزء مهم في الفيسبوك، هو ازاي تعمل حمله جامده جدا على الفيسبوك، حمله دعايه مدفوعه. احنا عشان نتكلم في حملة الدعاية المدفوعة لازم يا جماعة نتعرف على شوية حاجات كده مهمة. الاول قبل ما نعمل الحملة لازم نعرف ازاي ندير حملة اعلانية على الفيسبوك. طيب يا جماعة، لا هي كيلر مش معناها قاتل بالمعنى اللي هو الحرفي، هي معناها حملة جامدة، يعني حملة تخليك الأقوى ما بين منافسيك يا أشرف. معلش يا باشمهندس محمد، ممكن تعيد لي السؤال تاني لأني ما خدتش بالي مني؟ يا ريت تعيد لي السؤال تاني. لا احنا هنعمل حملة دعائية أكبر من حملة أوباما. طيب يا جماعة اللي كان بيسألني سؤال يا ريت بس يعيد لي السؤال لأن أنا ما خدتش بالي من السؤال. إزاي أفصل صفحة عملتها من حسابي الشخصي؟ بص يا صورة، هي طريقة سهلة جدا. انت لو عايزة الصفحة دي تحطيها على حساب تاني، اكاونت تاني، هو اولا الصفحة يا جماعة ما دام اتعملت من الاكاونت الشخصي ما ينفعش تفصليها، هو انت ينفع تعمليها تنقليها الاكاونت تاني. الاكاونت التاني اللي هو ازاي؟ طب انا هرد بس يا جماعة على السؤال ده، ازاي انقلها لاكونت تاني؟ بص يا سهى، انت بتخشي على الاكونت بتاعك اللي انت عاملة بيه الصفحة، طبعا يكون عندك صفحة تانية عاملة بيها لايت للصفحة دي، وتدخلي على الاعدادات الخاصة بالصفحة اللي هي الاعدادات الخاصة بالمديرين بتاعت الصفحة، وتضيفي مدير جديد. تمام؟ وتضيفيه كأنه مانجر، هو المانجر بتاع الصفحة، المدير بتاع الصفحة. ومن مجرد ما تضيفيه
وتأكدتي إن الصفحة خلاص بقت موجودة على الأكاونت التاني، ممكن تحذفي اسمك من الصفحة دي خالص، يعني زي ما ضفتي مدير جديد احذفي المدير القديم، وبكده يبقى الصفحة اتنقلت لشخص تاني وانتي خرجتي منها خالص. مهندس محمد كان بيسأل عن تطبيق اليوتيوب، هيطلب اليوزر نيم لقناة اليوتيوب الأول صح؟ لأ، هو مش هيطلب منك أي حاجة. هو أنت لو أنت فاتح الأكونت بتاعك على اليوتيوب، أوتوماتيك هينقل اللي أنت فاتحه على طول، لأن أنا عندي قناة اليوتيوب مسجلة عندي على جهاز، موجودة على جهاز، فمجرد ما عملت ربط ما بينهم على طول دخل على قناة اليوتيوب وراح موصلها بالأكونت بتاعي. تمام، أنا رديت على السؤال خلاص يا جماعة. ممكن بس نخلي الأسئلة في البريك، أنا عايزة أشرح لكم إزاي نعمل حملة تسويقية والموضوع هياخد وقت كبير، فأرجو نخلي الأسئلة في البريك اللي ما بين الجزئين بتاعت المحاضرة. نكمل ازاي بقى نعمل حملة اعلانية جامدة على الفيسبوك. احنا عشان نعمل حملة اعلانية صح، لازم الاول، احنا يا جماعة اول حاجة في التسويق هو التخطيط، لازم نخطط صح. ما ينفعش ادخل اعمل حملة اعلانية كده وادخل اعمل اعلان وامشي ورا خطوات الفيسبوك وانا مش عارفة انا بعمل ايه. ما ينفعش اجرب، لازم يكون عندي فكرة عن اللي انا بعمله، ولازم اكون مخططة للي انا بعمله. اوكي، اهم حاجة عندنا في اي حاجة بنعملها هو التخطيط. وان شاء الله بعد ما ينتهي كورس التسويق الالكتروني باذن الله، ان كان لينا عمر، هيكون في محاضرة منفصلة بتتكلم عن how to manage your time، ازاي تدير وقتك، ازاي تخطط لكل حاجة، ازاي تخطط لكل حاجة بحيث انها تتناسب مع وقتك، ازاي تقسم وقتك على كل حاجة بتعملها. طيب تعالوا نشوف ازاي نخطط لحملة اعلانية على الفيسبوك. هنتعلم ازاي ندير حملة اعلانية. لا، يا ريت الشات يتقفل عشان انا دلوقتي هشرح ومش عايزة اي اسئلة. نتكلم يا جماعة ازاي ندير حملة اعلانية على الفيسبوك. احنا عشان ندير حملة اعلانية صح، يبقى لازم يكون عندنا خلفية بخمس حاجات. خمس حاجات مهمين جدا. اول حاجة، طبعا احنا عارفين المنتج بتاعنا، يعني دي حاجة مش من ضمن الخمس حاجات. احنا عندنا المنتج وعندنا المكان اللي هتسوق فيه، عندنا صفحتنا وعندنا المنتج، الحاجتين دول اساسيين، مش من ضمن إدارة الحملة الإعلانية لكن هما أساسيين يعني معروفين. طيب إزاي بقى ندير الحملة الإعلانية؟ أول حاجة الفئة المستهدفة. طيب الفئة المستهدفة يعني إيه؟ يعني الناس اللي أنت عايز توصل لها. إزاي تختار الفئة المستهدفة؟ أنا دلوقتي هدي مثال على أكتر من منتج. سي مثلا انا بسوق لكورسات، ايا كان نوع الكورسات. الكورسات دي في كورسات خاصه بالمهندسين مثلا، اوكي، كورسات هندسيه، يبقى انا بستهدف خريجي هندسه، بستهدف المديرين اللي هم مختصين باداره المشروعات. تمام، يبقى انا بستهدف هنا فئه معينه. كويس، طيب لو انا بسوق لكورسات لغه انجليزيه، يبقى انا بستهدف الطلبه والخريجين من اي كليات موجوده، يبقى هنا انا بستهدف جميع الفئات. طب لو انا بسوق لكورس مثلا زي السي ام اي، الكورس ده خاص بالمحاسبين فقط، تمام، يبقى انا كده بستهدف فئه المحاسبين بس من الناس اللي حواليا. الاستهداف ده برضو اختيار مش للفئة نفسها، الفئة التعليمية بس، لا ده كمان اختيار للفئة الجغرافية. يعني ايه الفئة الجغرافية؟ انا مثلا بسوق لكورس في القاهرة، في اكاديمية في القاهرة. طيب الكورس ده طبيعي ان انا عايزة ناس تكون من القاهرة، لانه صعب جدا انه حد هيجي من اقاليم بعيده مثلا زي الصعيد،
مش معقول واحد هيجي من سوهاج القاهرة عشان يتعلم كورس إنجليش مثلا، أو هيجي عشان يدرس كورس محاسبة، أكيد عنده في مكانه في الكورسات دي. فأنا كده بستهدف منطقة جغرافية معينة، تمام؟ يبقى إحنا بنستهدف الأشخاص من حيث إيه؟ من حيث الفئة التعليمية، من حيث المنطقة الجغرافية، في حاجة كمان ممكن من حيث الاهتمامات. يعني إيه من حيث الاهتمامات؟ هديك مثال. في موقع أجنبي مشهور قوي بيعمل حجز لتذاكر البيسبول، اللي هي كرة البيسبول. ده نشاط رياضي معروف قوي بره، بيحجزوا التذاكر اونلاين. هو كده بيستهدف فئة معينة، الناس اللي بتحب الفيسبول. طب لو احنا طبقنا النظام ده عندنا في مصر، لو احنا مثلا قدام شوية عملنا فكرة انه التذاكر بتاعت كرة القدم، بدل ما احنا بنطلع ونقعد ندور عليها وما بنلاقيهاش، وبنلاقيها اتحجزت وما بنلاقيش عشان نحضر الماتشات اللي احنا بنحبها، لو عملنا فكرة انه التذاكر دي تكون اونلاين. لو التذاكر دي اونلاين احنا وفرنا على نفسنا الوقت والمجهود والتعب وكل حاجة، وبقينا بنشتريها اونلاين من على النت. اكيد يبقى انا عشان اسوق لموقع بيوزع تذاكر كرة القدم، يبقى انا هختار الناس المهتمة او الانترستد بالفوتبول، تمام؟ يبقى احنا هنا كده يعني هو جزء الانترستد ده مش موجود قوي في الدول العربية، لان احنا اغلبنا ما بيكتبش في صفحته هو انترستد بايه او هو مهتم بايه. مش كلنا بنكتب، يعني في ناس بتحب قوي تملى البروفايل بتاعها وتكتب كل حاجه، تكتب انها مهتمه بالشعر، مهتمه بالرسم، مهتمه بكره القدم، مهتمه بمشاهده المسلسلات الافلام. الحاجات دي الاجانب بيعملوها بشكل صح، لما بيخشوا يملوا بروفايل ليهم على اي موقع بيعملوه بشكل صح، بشكل يخلي الناس توصل لهم، ناس بتسوق لنفسها، تمام؟ يبقى احنا في الفئة المستهدفة دي أول حاجة في إدارة الحملة الإعلانية بتاعتنا، لازم نفكر كويس إحنا عندنا منتج هنستهدف بيه مين؟ إحنا داخلين المنتج ده هنسوق بيه لمين؟ هنسوق بيه لمين؟ من ناحية الثقافة، من ناحية التعليم، من ناحية المنطقة الجغرافية، تمام؟ من ناحية الاهتمامات كمان. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات بنهتم بيهم في حالة استهداف الجمهور. بنستهدف الجمهور من حيث المنطقة الجغرافية، من حيث التعليم او الثقافة، من حيث الاهتمامات. طيب نيجي بقى نتكلم في الحاجة التانية، الاعلانات. الاعلانات لازم نختار الاعلانات المثلى. يعني ايه الاعلانات المثلى؟ يعني احنا نحسن من اعلاناتنا. اعلاننا لازم يكون باسلوب معين، بطريقه معينه. مش شرط يكون عندنا اعلان واحد، ممكن يكون عندنا اكتر من اعلان لنفس المنتج، بس اعلان بصور مختلفه، اعلان بطرق مختلفه. يعني مثلا المنتج بتاعنا فيه 1 2 3 4 مميزات، احنا ممكن المميزات الثلاثه اربعه دول نحط لكل ميزة صورة، وكل صورة تكون بتعبر عن الميزة اللي احنا بنسوق لها. تعالوا نفكر كده مع بعض شوية، نفكر على كم عدد الإعلانات والدعاية اللي بتقوم بيها كل يوم في المجلة والصحف، شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت. كم من الناس بتشتري؟ يعني احنا لازم نفكر احنا عشان نعمل اعلانات مثلى او اعلانات مثاليه، اعلانات جيده، معنى اصح، يبقى لازم نفكر في حاجه، نفكر في كم الاعلانات والدعايه اللي بتتعمل كل يوم في المجلات والصحف وشاشات التلفزيون وعلى الانترنت. نشوف الاعلانات دي يا ترى بيجي من وراها كم واحد عشان يشتري، يا ترى أي أسلوب فيهم اللي بيجي من وراه عدد كبير
من المشترين أو العملاء المحتملين. الدعاية في المجلات والصحف وشاشات التلفزيون دي دعاية من نوع خاص مكلفة جدا وتعتبر تبع التسويق التقليدي، بس نسبة الشراء عن طريقها أو اللي هم المحتملين الناس اللي هتشتري منهم أو الفئة المحتملة منهم بيكون عددها قليل جدا. لكن لو احنا بنتكلم على النت، كم الإعلانات اللي موجودة والدعاية اللي موجودة على النت؟ انت لو بتعمل إعلان لمنتج بتاعك على النت في عندك مجال واسع، عندك ناس كتير هتشوفه، الناس المستفيدة منه واللي مش مستفيدة. بالعكس انت لو واحد مش مستفيد من الاعلان مجرد انه شايفه وحد تاني عايز المنتج ده ممكن يقوله عليه وهكذا. فكرة انه المنتج ينتشر عن طريق شخص لشخص لشخص وهكذا، اللي هو شبكة بيتواصل بيها الاشخاص بيتنقل عن طريقها المنتج بتاعه. الشير من الحاجة الكويسة جدا اللي بتنقل المنتج بتاعك لأشخاص كتيرة جدا. انت لو منزل المنتج بتاعك بصورة كويسة وبصيغة اعلان كويسة هتلاقي ناس كتير عملت شير من غير ما تطلب حتى الشير. يبقى احنا اول حاجة لازم نفكر فيها كم الاعلانات اللي بينزل في التي في، في المجلات، في الصحف، في الراديو، وكم الاعلانات اللي احنا بننزله على الانترنت. احنا ممكن الاعلانات اللي بتنزل في وسائل التسويق التقليدي تكون كبيرة جدا ومكلفة جدا، لكن على النت ممكن اعلان واحد بس مدفوع ما يكلفكش قد اللي انت بتعمله في يوم واحد من الاعلانات التقليدية، بس في نفس الوقت بيجيب لك اشخاص محتملين كتير، فئة محتملة اللي هي ممكن تشتري او مستهلكين محتملين او مشترين محتملين اكتر من الاعلانات التقليدية. يبقى احنا اول حاجة قلناها ان احنا نفكر، دي اول حاجة عشان نوصل للاعلانات الجيدة، نفكر كويس بكم الاعلانات وكم الاشخاص المستهدفين من الاعلانات والاشخاص المحتملين منها. تمام، فكرنا كويس. طيب محتاجين لايه بقى؟ محتاجين نستفيد باقصى حد ممكن من عنوان الاعلان، والعنوان والنص والصورة. يبقى احنا فكرنا لازم نستفيد، بما اننا فكرنا يبقى لازم نستفيد. نستفيد ازاي من العنوان بتاع الاعلان والنص والصورة؟ علشان عملية التسويق بتاعتنا تبقى ناجحة جدا على الفيسبوك محتاجين نختار انواع متعددة من الاعلانات مع محتوى مختلف. يعني ايه انواع متعددة من الاعلانات مع محتوى مختلف؟ يعني انت عندك الاعلان بتاعك عبارة عن عنوان ونص وصورة، وزي ما انا قلت من شوية ممكن تعمل مجموعة اعلانات مختلفة لنفس المنتج مع محتوى مختلف مع صورة مختلفة. ده بيخلي العملية التسويقية بتاعتك كويسة جدا. طيب هو احنا ليه نتعب نفسنا ونعمل اكتر من اعلان مع اكتر من صيغه مع اكتر من صوره لنفس المنتج؟ طب ما هو ده هيتشاف وده هيتشاف. لا، اقول لسيادتك بقى الفرق او ليه احنا بنعمل كده. احنا بنعمل كده يا جماعه عشان نشوف انهي اعلان فيهم كان عليه نسبه اقبال اعلى. احنا بنختبر نفسنا بما اننا كلنا لسه جداد في المهنه وعايزين نتعلم تسويق صح. يبقى لازم نختبر نفسنا، نعمل 3 اعلانات مثلا بثلاث صيغ مختلفه بثلاث عناوين مختلفه بثلاث صور مختلفه، والثلاثه يكونوا جذابين، والثلاثه يكون فيهم محتوى نص فريد وفيهم عنوان ملفت للنظر. انا ما بقولش ان انت تعمل اعلان فيهم واحد كويس والاثنين التانيين اي كلام، لا، الثلاثه يكونوا على جوده عاليه. ابذل اقصى مجهودك عشان تختار عنوان اعلان مناسب، النص يكون كويس، الصورة تكون جذابة. تمام، التلات اعلانات دول انت نزلتهم وبتسوق لهم باعلان مدفوع
نسبة الإقبال. طبعا أنت عندك إحصائية، عندك إحصائية في الفيسبوك بيقول لك نسبة الإقبال على الإعلان دي قد إيه، بيقول لك الإعلان ده وصل لعدد كام من الناس، وكم من الناس شافه، وكم من الناس عمل لايك، وكم من الناس عمل شير، وكم من الناس عمل كومنت، وكم من الناس اتفرج وبس. الفيسبوك عنده تحليل كامل لإعلانك. أنت طبعا مع تحليل كل إعلان هتعرف أنهي إعلان فيه كان هو صاحب الجودة العالية، كان هو اللي ليه النصيب الأكبر من المشاهدة، كان هو اللي ليه النصيب الأكبر من المبيعات، حقق لك نسبة مبيعات أكبر، جاب لك نسبة عملاء محتملين أكبر. طب أنت كده مش استفدت؟ استفدت طبعا. أنا عن نفسي هستفيد من الطريقة دي جدا. ليه؟ أنا هعرف أقيم نفسي وأقيم أسلوبي في الإعلانات وأختار الأسلوب اللي بيعجب الناس. يبقى أنا كده هعرف ملاحظات الناس من خلال تحليل جوجل، تحليل الفيسبوك للإعلانات. مع التحليل هعرف أفضل إعلان أنا عملته وهزود نفسي فيه، وبعد كده هاخده في الاعتبار في الإعلانات الجديدة اللي أنا بعملها لأي منتج، برضه مع اعتبار انه انا ممكن اعمل لاي منتج بعد كده نفس الحكايه، لان مش كل المنتجات زي بعضها ومش كل المنتجات بتاخد نفس الصياغه. تمام. طيب احنا ازاي نحسن من اعلاناتنا على الفيسبوك؟ احنا مش هنقعد كل شويه نقعد نغير في الاعلان ونبدل واختبار الاعلانات، وغالبا ما هيضيع مننا وقت كبير قوي في الحاجات دي. طيب احنا المفروض بقى نعمل ايه؟ ايه هو التشكيل اللي بشكل جيد يعتمد عليه المنتج الخاص بينا؟ هنفكر التشكيلة اللي احنا ممكن نعملها للمنتج بتاعنا، وهنعرف ايه هي الفئة السكنية او المنطقة الجغرافية اللي احنا بنستهدفها، ونشوف المبادئ التوجيهية اللي هي جيدة لمتابعة الاعلان بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المبادئ التوجيهية الاساسية اللي هي جيدة لمتابعة الاعلان بتاعنا، اللي بيها نعرف نحسن من اعلاننا. احنا قلنا ان اول حاجة هنعملها هي الفئة المستهدفة، وتاني حاجة هنعملها هي ايه؟ الاعلانات المثلى او الجيدة. طيب الاعلانات المثلى او الجيدة دي لازم نفكر فيها كويس، نشوف كم الاعلانات اللي احنا هنعمله، وكم الأشخاص المحتملين أو المشترين المحتملين، وبعد كده هنشوف إزاي نستفيد من عنوان الإعلان والنص والصورة. وعشان عملية التسويق تبقى ناجحة جدا بنختبر كل الأنواع المتاحة من الإعلانات مع محتوى مختلف. ده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب إزاي بقى نحسن من إعلانات؟ عندنا في حاجات كده لازم نعملها، الحاجات التوجيهية المفروض ان احنا نقوم بيها. اول حاجة، في عندنا ثلاث حاجات. اول حاجة دائما، تاني حاجة ابدأ، رابع حاجة محاولة. يعني ايه دائما؟ يعني ايه ابدأ؟ يعني ايه محاولة؟ دول ثلاث مبادئ هنمشي عليهم. دائما دائما بقى نعمل ايه؟ استخدم قواعد لغوية صحيحة وعلامات ترقيم. كلنا عارفين علامات الترقيم، هعملها لكم. دي علامات الترقيم يا جماعة. تمام. طيب يبقى احنا دائما دائما وابدا استخدام قواعد اللغة الصحيحة. يا ريت يا جماعة دائما نستخدم قواعد اللغة الصحيحة، ما نستخدمش كذا مرة. أنا في المحاضرات اللي فاتت قلت لكم يا جماعة بلاش نستخدم كلمات رديئة المعنى في الإعلانات بتاعتنا. لا، إحنا نتكلم لغة عربية، ما هياش لغة عربية فصحى معقدة، لكن نتكلم لغة عربية سهلة وبسيطة. يبقى بس نستخدم كلمات صحيحة. يعني ما ينفعش سي مثلا، في بعض الكلمات كده لما بننطقها غير لما بنكتبها،
يعني اقول لكم مثلا زي كلمة بقول، كلمة بقول هي المفروض انها حرف القاف، المفروض انها تتكتب كده، تمام؟ دي كلمة بقول. في ناس بتكتبها زي ما بتنطقها، بقول. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش نبوظ اللغة العربية بتاعتنا. لازم استخدامنا يكون صح، كتابتنا تكون صح للكلمات. يبقى دائما من أول، دائما أول حاجة في دائما استخدام قواعد اللغة الصحيحة وعلامات الترقيم، تمام؟ علامات الترقيم دي يا جماعة مفيدة. مفيدة في إيه؟ يعني الناس هتستغرب إن أنا بقول علامات الترقيم. يعني مثلا أنا عايزة أقول لكم في جوجل في اللي هي علامة الشرطة الواقفة اللي زي الواحد دي، مفيدة جدا في محركات البحث في جوجل، وهنتكلم عليها بعدين، لأنها بتظهر الكلمة، الكلمة اللي قبلها معناها إنها كلمة بحث، كلمة رئيسية في البحث. يعني زي مثلا لو أنا عملت كده، كتبت منحة CMA كده مثلا، الشرطة دي يا جماعة بتظهر كلمة CMA في محركات البحث من أول يوم وفي أول الصفحات. يعني أنا لو منزلة موضوع النهاردة في موقع إعلاني وعملت فيه الشرطة دي، جوجل هيظهر بسبب الشرطة اللي أنا عاملاها دي. طيب أنت بقى في الفيسبوك عندك علامات الترقيم دي مهمة جدا زي الشرطة دي بالظبط. الفيسبوك حاليا بقى فيه محركات بحث، علامات الترقيم دي مفيدة، إنه كمان بتميز لك النص اللي أنت كاتبه، بتخلي الأشخاص دايما لما بيكون في كلمة بين قوسين بتلفت انتباههم. احنا عادة كده الكلمة اللي بين قوسين او بين علامات الترقيم بتلفت انتباهنا. ليه بتلفت انتباهنا؟ لان معنى انه انت حاطط كلمة بين قوسين او بين علامات الترقيم، يبقى الكلمة دي مهمة. احنا اعتدنا على كده، انه الكلمة اللي بين قوسين او بين علامات الترقيم كلمة مهمة، الكلمة اللي بتكون بلون مميز كلمة مهمة، بتعبر عن شيء مهم، تمام؟ يبقى دائما استخدام قواعد اللغة الصحيحة وعلامات الترقيم، دائما استخدام الصورة التي تمثل المنتج الخاص بك، ومش بس كده، ودائما تلفت الانتباه. يبقى أول حاجة دائما استخدام قواعد اللغة الصحيحة وعلامات الترقيم. طيب علامات الترقيم يا جماعة يا ريت تكون، يعني احنا نخليها في الكلمات المفتاحية. هو في كلمات مفتاحية في الفيسبوك؟ ايوه طبعا في كلمات مفتاحية في الفيسبوك. دلوقتي الفيسبوك عمل خاصية الهاشتاج زي تويتر كده، الهاشتاج ده بيتعمل للكلمات اللي ممكن تلاقيها في محركات البحث في الفيسبوك. يعني انت لو عملت كلمة هاشتاج وضغطت عليها، هتلاقي ناس كتير عاملينها هاشتاج، اكيد بتبقى كلمة مهمة. يعني ايه علامات الترقيم تكون للكلمات المفتاحية؟ سي مثلا انت بتسوق لمنحة، المشكلة لما تكتب منحة وبعد كده بين علامات الترقيم CMA، ده معناها انه المنحة حاجة مهمة. يعني مثلا كده لو كتبناها منحة علامات الترقيم CMA، سي مثلا احنا كتبناها كده، ده معناه انه المنحة دي حاجة مهمة. يعني انت بتلفت انتباه الشخص اللي بيبص للاعلان، اول ما هيرمي عينيه هيرمي عينيه على الحاجة اللي بين قوسين، لان هي دي الحاجة المهمة، تمام؟ ممكن برضو تعمل حاجة مهمة تاني، اللي هو تحط ما بين قوسين كلمة خصم مثلا، كلمة مجانا، الحاجة الملفتة للانتباه. طيب الحاجة التانية بقى اللي هي استخدام الصورة اللي بتعبر عن المنتج بتاعك، مش أي صورة يا جماعة،
يعني ما تجيبش صورة من على النت وتستخدمها في الإعلان بتاعك، صورة تكون مستهلكة على النت، صورة تكون كل الناس شافتها وترميها في الإعلان بتاعك. الناس هتشوف الصورة عادي خالص، مش هتبص للإعلان. ليه؟ ما الصورة دي مستهلكة، كلنا بنشوفها دايما، كلنا عارفينها، خلاص بقت حاجة مستهلكة. لا، انت الصورة اللي بتعبر عن المنتج بتاعك خليها صورة من تصميمك. ما بتعرفش تصمم؟ عندك موقع للتصميم، عندك مواقع كتير جدا للتصميم، وانا المحاضرة اللي فاتت اديتكم اسم موقع جميل جدا بيستخدم في التصميم وسهل جدا، يعني سهل اي حد ممكن يستخدمه. تمام؟ يبقى احنا الصورة بتاعتنا لازم تكون تعبر عن المنتج بتاعنا. حاجة كمان، الصورة لازم يكون ليها برواز يا جماعة من بره. يعني ايه ليها برواز من بره؟ الصورة لازم تكون محددة. ليه تكون محددة؟ عشان ما نحسش انها في خلفية الفيسبوك، لان الفيسبوك الالوان بتاعته ازرق فابيض، الصورة بقت جزء من الخلفية بتاعت الفيسبوك، وده مش ملفت للانتباه، بالعكس. يعني انتوا مثلا لو بتتفرجوا على الاعلانات الممولة اللي موجودة، ممكن في اعلانات كتير ما بتلفتش انتباهكم، يعني انتوا بتشوفوها على جنب كده بس ما بتلفتش انتباهك. ليه ما بتلفتش انتباهك؟ انت عارف لو الصورة محطوطة في اطار، الإطار ده في حد ذاته ملفت للانتباه. ليه؟ بيحدد الصورة، بيظهرها، بيديها انطباع خاص. جربوا كده مثلا، انتوا النهاردة عرفتوا ازاي تعملوا صفحة على الفيسبوك، ازاي تعملوا استاتيك HTML، جربوا ان انتوا تعملوا صورة متبروزة من بره ونزلوها كإعلان كبوست بس في الصفحة بتاعتك، نزلها كبوست. ومش هقول لك دور على نسبة اللايكات عليها ولا نسبة الكومنتات، هقول لكم بس حاجة بسيطة، دوروا على نسبة المشاهدة. انت عندك بما انك ادمن في الصفحة، بص على نسبة المشاهدة الخاصة بالبوست بتاعك، صدقني هتلاقيها اكبر نسبة مشاهدة بالنسبة لكل البوستات اللي عندك في الصفحة. دي حاجة انا متأكدة منها جدا، لان الاطار بتاع الصورة برمز الصورة، خليها تظهر في الفيسبوك، خليها تلفت انتباه الناس. تمام؟ وياريت يا جماعة اللي يجرب الخطوة دي المحاضرة الجاية ان شاء الله يقول لي النتيجة ايه. طيب تعالوا بقى في دائما، احنا برضو لسه في دائما، على فكرة دائما فيها ثلاث حاجات. دائما قولي الحقيقة. يعني ايه دائما قولي الحقيقة؟ يعني يا جماعة احنا مش بندور على ناس تضغط على الإعلان وبس. هو أنت بتدور على نسبة ضغط للإعلان كبيرة، ولا أنت بتدور على إنه حد يشتري منك؟ أنا عن نفسي كمسوق، ومسوق بفكر في مصلحتي، أنا ما يهمنيش اللي يضغط على الإعلان، أنا يهمني اللي يشتري. ما هو الإعلان ممكن واحد ما يضغطش عليه ومجرد يشوف الصورة ويشوف فيها الرقم يتصل بيه، انا عايز المنتج ده. تمام، ما ضغطش على الصورة، ما كلفنيش، وشاف الصورة وشاف الرقم عليها وشاف بيانات المنتج على الصورة، اتصل بيه، بقى مين اللي اشترى؟ تمام. يبقى انا لازم اقول الحقيقة. يعني ايه اقول الحقيقة؟ يعني انا لو بسوق لمنتج يا جماعة، ما ينفعش اقدم جزء من المنتج الجزء الثاني اجمل فيه. اقول لكم مثلا عشان اوضح لكم كلمه الحقيقه دي، سيب مثلا دي حاجه حصلت بالفعل، انه انا كنت بسوق لكورس مجانا مثلا. تمام، هو مش انا بالظبط، اشخاص تانية كانوا بيسوقوا كورس مجاني، والكورس ده كان في اكاديميه محترمه، أكاديمية إلى حد ما معروفة. تمام؟ طيب الكورس يا جماعة اتقال إنه مجاني لفترة معينة، والأول 30 مشترك مثلا. كويس؟ طيب اتقدم ال 30 مشترك وراحوا الأكاديمية وحضروا الكورس، عايزين ياخدوا شهادة.
قالوا لهم لا الشهاده بفلوس. طب هل انا كده قلت الحقيقه كامله في الاعلان بتاعي؟ انا في الاعلان بتاعي قلت يا جماعه انه الاكاديميه بتقدم الكورس ده مجانا لمده معينه ل 30 شخص لاول 30 مشترك، وشهاده معتمده من الاكاديميه او شهاده معتمده من جامعه القاهره، شهاده معتمده مش عارفه منين. المهم انه انا قلت لهم انه في شهاده معتمده وما قلتش انها بفلوس. يبقى انا كده ما بقولش الحقيقه، انا قلت نص الحقيقه. ليه؟ عشان اكسب زبون جديد. طيب الزبون جه وضحكت عليه وفي الاخر قلت له لا انت تدفع فلوس، لا يا عم انا جاي عشان هنا مجاني، انتوا ضحكتوا عليا. طيب الزبون ده لما يطلع مش هيسوق لسمة الاكاديمية الكبيرة المحترمة دي؟ صح. طيب يبقى انا ما قلتش الحقيقة كلها، يبقى انا خسرت، انا خسرت شهرتي، خسرت سمعتي، كده مش هعرف اسوق تاني. يبقى يا جماعة دائما وابدا نقول الحقيقة، المنتج بتاعك حتى لو على عيبه قول حقيقته، قول الحقيقة كاملة. انا دلوقتي بسوق لمنتج، قلت يا جماعة المنتج بتاعي ده سي مثلا من ضمن المنتجات اللي انا بسوق لها برنامج خاص بالسوبر ماركت والصيدليات. البرنامج ده يا جماعة انا بسوق له، البرنامج سعره 500 جنيه مثلا، تمام؟ قلت ان البرنامج ده هتاخد عليه دعم فني مجاني 3 شهور، قلت ان انت هتاخد معاه اسطوانه، هتاخد معاه اسطوانه شرح البرنامج، اسطوانه تدريب تسطيل البرنامج، هتاخد معاه اسطوانه برامج مساعده اللي هي بتستخدمها على الجهاز. قلت العرض ده كله وقلت له ب 500 جنيه، تمام؟ انا العرض مثلا ممكن يكون فيه عيب انه 3 شهور دعم فني مجاني، ما هو 6 شهور مثلا، ما هو السنه. طيب بس انا قلت له العرض، هو ايه اللي جوي؟ خلاص. حاجه كمان قلت له الشحن عليك انت كعرض، يبقى السعر كتبت ان السعر 500 جنيه غير شامل الشحن، كتبت بس انه ايه في الاعلان كتبت احصل على نسخة من البرنامج، احصل على اسطوانة تدريب البرنامج، على دعم فني 3 شهور مجانا عن طريق التليفون او الانترنت. ما قلتش دعم فني انه موظف هيجي لك ويصرف فلوس عشان يجي لك، لا قلت عن طريق التليفون او الانترنت. قلت كمان انه انت بعد الثلاث شهور دول تشترك معنا في الدعم الفني، والشحن عليك، الرسوم رسوم البرنامج غير شامله الشحن. طب انا كده بسوق، انا كده بسوق للمنتج يا جماعه وحتى فيه عيب، بس اللي هيقبل المنتج ده على عينه يبقى انا صح، انا بقول الحقيقه. ما انا ما ينفعش يجي لي العميل وبعد ما عرف ان انا هاخد وهاخد وهاخد وده كله ب 500 جنيه يجي يقول لي طيب ابعتهولي. طيب انا ابعتهولي واتكلف كمان مصاريف شحن؟ ده انا مديات باكج على بعضه وحاجه ما حصلتش، يعني انت مش هتلاقي كده، مش هتلاقي اسطوانه برنامج واسطوانه الشرح كمان ودعم فني مجاني وده كله ب 500 جنيه وكمان عايزني ادفع لك الشحن؟ لا يا عم، من اولها كده في الاعلام مكتوب الشحن مش علينا، الشحن عليك، يعني بنكتب 500 جنيه غير شامله الشحن. انا قلت الحقيقه، اللي هيقبل حقيقتي هيجي يشتري مني، ما قلتش الحقيقة أنا بخسر، أنا بخسر سمعتي، بخسر شهرتي، تمام يا جماعة؟ يبقى دائما وأبدا نقول الحقيقة، الإعلان حتى لو فيه عيوب بنقولها، ما بقولش بنقولها صريحة واضحة، أنا بقول نقولها بأسلوب، أسلوب راقي، أسلوب برضو يخلي المنتج يبيع نفسه. ما هو انا بقدم لك، ما احنا يعني المنتج اللي انا بتكلم عليه، ما هو انت يا عم انا عمال اقول لك ايه، هتاخد اسطوانه برنامج وهتاخد اسطوانه شرح للبرنامج وهتاخد 3 شهور دعم فني مجاني وهيوصلك لحد عندك، طب ادفع بقى رسوم الشحن،
بالظبط لما اقول له 4 مميزات قصاد عيب واحد هيقول لي لا مش هشتري؟ لا طبعا، ده انت كتر خيرك ان انت بتقول لي العيب من دلوقتي من قبل ما اتفق معاك. انت بتقول الحقيقه يبقى انا هقدرك كشخص، بتكذب عليا وبتلاوي عشان تبيع، انسى ان انت تبيع. تمام يا جماعه، يبقى احنا كده عرفنا دائما. نخش على ابدا بقى. ابدا ايه؟ ابدا استخدم صيغ اعلانيه مختلفه لنفس المنتج، استخدم العديد من الصور الخاصه بالمنتج لانها غالبا ما تعمل على نحو افضل. يعني هو المفروض انه احنا نستخدم اكتر من صيغه اعلانيه لنفس المنتج، زي ما قلت لكم في الاول التشكيله بتاعت المنتج. يبقى دي ابدا دائما، زي دائما بس احنا بنقول عليها ابدا. نستخدم صيغ اعلانيه مختلفه لنفس المنتج، نستخدم صور كتيره خاصه بنفس المنتج، لان الصور الكتيره الخاصه بنفس المنتج يا جماعه بتدي انطباع افضل عن المنتج، مش انطباع كمان وبس. عايزه اقول لكم انا غالبا ما بشترك في الصفحات اللي دايما عامله اعلانات مموله. ليه بشترك فيها؟ يعني انا مش غيتي اشترك في الصفحات لاني ما بتابعش اغلب الصفحات، بس انا بشترك في الصفحات اللي تفيدني في شغلي. انا دلوقتي شفت صفحه عامله اعلان ممول بعمل لها لايك على طول عشان اتابع معاها طرق الاعلان اللي هي بتستخدمها. ده بيفيدني في شغلي. انا لما بشوف موقع، يعني في مواقع وفي صفحات كتير عجبتني جدا في اسلوب التسويق بتاعها، بتستخدم نفس الاستراتيجيه اللي انا بقول عليها في التسويق. المواقع دي بتعمل صيغ مختلفة، يعني النهاردة شفت إعلان لمنتج، تاني يوم نفس الإعلان للمنتج بس بطريقة مختلفة وصورة مختلفة. ما هو أنا أساساً ما عرفتش إن هو نفس الإعلان إلا لما عملت إيه؟ إلا لما قريت الإعلان. أنا لما شفت الصورة ما عرفتش إن هو نفس الإعلان بصراحة. ليه بقى؟ الصورة مختلفة. ممكن يكون إعلان مماثل لمنتج مماثل، بس أنا لما قريت الإعلان لقيت إنه الإعلان فيه اسم المنتج اللي كان في الصورة بتاعت إمبارح. طب مش دي طريقة كويسة؟ لو أنت مثلا الإعلان بتاعك كل يوم بتنزل نفس الصورة ونفس الإعلان، أقول لك يا عم أنا شفت الإعلان ده إمبارح، مش داخل أتفرج عليه. لكن أنت لو نزلت صورة جديدة بإعلان جديد الناس هتبص عليه وتقراه. الناس مجبره انها تقراه، الصوره لفتت انتباههم هتقراه. مجرد ما يقرا الاعلان يقول ده نفس الاعلان اللي انا شفته امبارح افتكرت. بس الفكره في ايه؟ انه قراه وعرف ميزه جديده. فلما عرف ميزه جديده ممكن يقول لك ايه ده امبارح كان في ميزه معينه والنهارده في نفس الميزه وعليها ميزه ثانيه، يبقى انا كده استفدت. يبقى احنا عرفنا ابدا فيها حاجتين، استخدام صيغ اعلانيه مختلفه لنفس المنتج، واستخدام صور مختلفه برضو لنفس المنتج. تمام؟ مظبوط يا اسلام، انا عارفه الشركه دي وعامله لايك لصفحتها، برضو بتقدم نفس الاستراتيجيه اللي انا بتكلم فيها. طيب يا جماعه، نخش بقى على كلمه محاوله. محاوله لايه؟ احنا قلنا دائما وابدا، طب محاوله. محاولة لإيه بالظبط؟ محاولة لعمل جذب في النص. يعني إيه جذب في النص؟ إن إحنا نقول محتوى نص جذاب. ما بنكتبش أي حاجة وخلاص. لأ، إحنا بناخد أكتر حاجة بتميز النص، بتميز المنتج بتاعنا ونكتبها في نص الإعلان. دلوقتي أنا قلت لكم إنه أنا عندي منتج زي ما قلت كده، برنامج كاشير. برنامج الكاشير ده قلنا فيه اكتر من ميزة. طيب المميزات بتاعته دي احنا ممكن نكتب ايه في النص؟ احنا ممكن مثلا نكتب احصل على برنامج الكاشير، وكلمة الكاشير تكون بين علامات الترقيم. تمام؟ احصل على برنامج الكاشير بسعر
499 جنيه. ما قلتش بقى اي ميزة من المميزات التانية، قلت السعر بس. السعر لوحده يا جماعة، بالنسبة انه احنا كنا اتكلمنا في اول محاضرة عن شجرة التسويق الالكتروني، اننا نشوف المنافسين بتاعتنا الاول، السعر لوحده يا جماعة يعتبر منافس في السوق. مجرد ان انت تقول ميزة السعر بس، دي ميزة تنافسية. ده بالنسبة للنص. طيب محاولة لإيه تاني؟ طيب ما فلحتش طريقة الجذب بالنص، طب ما إيه رأيك نعرض سؤال، نعمل طريقة الجذب لينا سؤال، سؤال لجذب بطريقة مختلفة. يعني إيه سؤال بجذب بطريقة مختلفة؟ لا طبعا يا جماعة، في صورة وفي كلام. الصورة، ما أنا اتكلمت على الصورة في النقطة الخاصة، أبدا أبدا لازم يكون في صيغة إعلانية وصور خاصة. أنا بتكلم في محاولة. إحنا قلنا محاولة، لأن لو ما فلحتش طريقة الجذب بالعرض، نعمل الجذب بسؤال بس بطريقة مختلفة. الجذب بطريقة مختلفة إزاي يا جماعة؟ إزاي نعمل سؤال في إعلان؟ هو إحنا داخلين نسأل الناس ونتحاور معاهم، ولا نعمل لهم إعلان ونسوق للمنتج ونبيع؟ ما هو كده الناس مش هتقدر تقول، مش هتقدر يعني ايه، مش هتقدر تتفاعل معانا. طب يعني هو مش كل الناس بتعمل اعلان في سؤال، وفي نفس الوقت مش كل الناس بتشتري من الاعلانات اللي فيها سؤال. دي كلها ردود ممكن احصل عليها من الناس، ان الناس هتقول لي ايه ده، هو انا داخل اعمل سؤال واستفتى عن المنتج بتاعي، ولا عايز ابيع ومشترين وناس تشتري مني؟ انا عايز مستهلكين. طب بالراحه شويه عليا وانا اقول لكم ايه الحكايه. طب السؤال ده ازاي يا جماعه؟ السؤال ان هو سي مثلا على برنامج الكاشير، احنا هنتكلم بصيغه السؤال، هو انت لسه ما اشتريتش برنامج الكاشير؟ طب ايه السؤال؟ فيه ايه السؤال؟ ما فيهوش حاجه، يعني اللي هيشوف السؤال مش هيفهم. طيب انت السؤال، نطرح سؤال على الشخص، وفي نفس الوقت الصوره اللي احنا حاطينها للمنتج يكون فيها اجابه السؤال. يعني ايه؟ يعني انا مثلا سالته عن برنامج الكاشير، وفي نفس الوقت رحت حطاله صورة لبرنامج الكاشير، وحطاله جنبه المميزات بتاعته. احصل على برنامج الكاشير زائد اسطوانة تسطيب للبرنامج، زائد اسطوانة تدريب، زائد دعم فني 3 شهور، زائد كتيب توضيح وشرح صور للبرنامج، الكلام ده كله، وعرض خاص جدا فقط ب 500 جنيه. سألته سؤال واديته الإجابة تحت. تمام، يبقى انا كده عملت عمليه جذب للشخص، سالته سؤال وفي نفس الوقت مديه الاجابه، هو اصلا نظره جه على السؤال وبعدين شاف الصوره، او بغض النظر شاف الصوره الاول وبعدين شاف السؤال، في كلتا الحالتين هو شد انتباهه العرض. حاجه كمان، احنا اتكلمنا محاوله بقى، الحاجة التالتة في محاولة إن أنت تدور زي ما قلنا في شجرة التسويق، دور على منافسيك، اعمل بحث عنهم، شوف مميزاتهم إيه وعيوبهم إيه، واستغلها وخليك أنت الأفضل. مش الأفضل منهم، لأ، أنت الأفضل إن أنت تحسن من نفسك، تبقى أفضل من نفسك. أفضل من نفسك أولاً، ثم أفضل من منافسيك. ما بقولكش قلدهم، لأ، أنا بقول كن الأفضل. حسن من منتجك، حسن من طريقة تسويقك للمنتج بتاعك. كده يبقى عرفنا دائما وأبدا ومحاولة ليه. طيب بعد ما عملنا ده كله، المفروض إن كل الحاجات دي بعد ما عملناها، هندخل على جدولة الحملة الإعلانية بتاعتنا. هنعرف إزاي نعمل جدولة أو اسكيدول للحملة الإعلانية بتاعتنا إن شاء الله بعد الفاصل، وأسيبكم دلوقتي ترتاحوا 10 دقايق أو ربع ساعة، ونرجع مع بعض تاني نكمل محاضرتنا. اوكي يا جماعة؟
ممكن نعمل فكرة جروب صغير خاص بالمتدربين. لا هو انا عندي جروب بالفعل وما اقدرش اعمل جروب تاني خاص بالمتدربين، لكن اللي انا اقدر اعمله انه انتوا تتابعوني على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، وكل المتدربين اللي عايزين يتابعوا معايا علشان مشروع التخرج اللي مسجلين في الكورس وعايزين يتدربوا معايا ممكن اضيفهم عندي على الاكونت بتاعي، وهعمل شات جماعي لكل المتدربين، بس كل واحد يدخل يقول لي ان هو تبع اكاديمية ملتقى الضرير وهدخله في الشات الجماعي، ويكون في اي سؤال اي حد فيكم عايز يسأله هيبقى في الشات وهبقى متواصلة معاكم في الشات. تمام، بتهيألي دي فكرة كويسة، وهيبقى الشات مقفول علينا احنا بس المتدربين بس الخاصين باكاديمية ملتقى الضرير. اوكي يا جماعة، وهو عامة الدعم الفني هينزل لكم الصفحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب وكل وسائل الاتصال بيا. نكمل مع بعض. كنا بنتكلم عن إدارة الحملة الإعلانية. ده الجروب يا جماعة، مش الأكونت بتاعي، ده الجروب، ده الجروب نفسه، الرابط اللي انتم منزلينه للناس. طيب يا جماعة، نكمل مع بعض ازاي ندير الحملة الإعلانية بتاعتنا، واتكلمنا في كيفية استهداف الجمهور، واتكلمنا عن الإعلانات المثلى، هنتكلم عن جدولة الحملة الإعلانية. يعني إيه جدولة الحملة الإعلانية؟ الحملة الإعلانية بتاعتنا طبيعي إنه أنت عندك الإعلان بتاعك بيكون ليه إحصائية كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع مختلفة عن الساعة اللي قبلها، عن اليوم اللي قبله، عن الأسبوع اللي قبله. حتى كمان إحصائية الإعلان بتاعك بتكون مختلفة في الأسبوع عن أيام الأجازات، عن الأجازات الرسمية، عن الأعياد والمناسبات، كل ده بيفرق في الإعلان بتاعك. المفروض إنه أنت الإحصائية اللي بيديها لك الفيسبوك بيقول لك إنه إعلاناتك نسبة المشاهدة عليها كذا. جدولة الحملة الإعلانية هو إن التسويق بتاعك على الفيسبوك بيظهر بشكل جيد بنتائج مختلفة بس خلال اليوم أو خلال أيام الأسبوع، وبيظهر الفرق الكبير ما بين أيام الأسبوع وأيام الأجازات وأيام العطلات، فالإعلان بطبيعته متغير. وجدولة الإعلانات هو إنه أنت تحدد الإعلان بتاعك هينزل امتى وفي يوم ايه وينتهي في يوم ايه. الحاجة دي مهمة جدا يا جماعة، انه احنا نحدد اعلاناتنا هتنزل في ايام ايه، ودي خاصية موجودة في الفيسبوك ان هو بيحدد لك الايام اللي انت عايز تنزل فيها الاعلان. تمام، حتى كمان التوقيت بتاع الاعلان الفيسبوك بيختار لك افضل الاوقات على الفيس، لان الفيس فيه اوقات معينة بيبقى عليها نسبة مشاهدة عالية، وخصوصا انه زي ما قلنا انه الفيس عدد المشتركين فيه 850 مليون فيما اكثر، معناها وفيما معناه كمان انه الاحصائية دي 50% من الاحصائية دي بيدخلوا على الفيس بشكل يومي. يبقى انت كده تعمل جدولة للاعلانات بتاعتك، الجدولة اللي هي ازاي تختار الوقت بتاع الاعلان، يعني تختاره في ايام اجازات ولا تختاره في ايام الاسبوع نفسه، تختاره في ايام العطلات الرسميه. دي الاحصائيه بتاعت الفيس بتحدد لك بقى انت هتختار في ايام ايه. يعني انت مثلا تشوف الاحصائيه بتاعت الاعلان بتاعك في يوم الجمعه، يوم الجمعه بما انه اجازه هو، ويوم السبت طبعا بما انه اجازه، هتشوف الاحصائيه بتاعته هل هي اكتر من الايام العاديه ولا اقل، ولا هل الناس اللي موجودين على الفيس بتبقى موجودة على الفيس علشان طبيعة شغلها على النت أو شغلها بيتيح لها النت بالنهار، طب هل الإعلان بتاعك بالنهار بيتشاف أكتر من بالليل؟ كل الإحصائيات دي هتشوفها عندك في الفيس على الإعلان بتاعك، ومن خلالها تقدر تعمل جدولة لإعلاناتك وتحدد طريق مدة بدايته ومدة نهايته بالأيام اللي انت عايز تظهرها فيه. كده عرفنا ايه هي جدولة الحملة الاعلانية. طب تعالوا نشوف بقى رابع حاجة، وهي
إدارة الميزانية الخاصة بك بإحكام، إزاي ندير الحملة الإعلانية بتاعتنا. مبدئياً كده هنقول إنه الفيسبوك عنده مادة إنه عايز ياخد منك أكتر فلوس ممكن، تمام؟ لأن الفيسبوك بطبيعته إن هو ملك الإعلانات، فطبيعي يكون سعره غالي، وزي ما بيقولوا الغالي سعره فيه. طيب تعالوا نشوف ازاي ندير الميزانية بتاعتنا على الفيسبوك بحكمة شوية، بإحكام شوية، ازاي نديرها بالذكاء واحنا مع الفيس. هو الفيس بيديك عدد نقرات معينة او عدد ضغطات معينة بتشتريها في اليوم الواحد، وبيديك بيان رسمي بسعر النقرة بالحد الادنى والحد الاقصى، تمام؟ يبقى انت عليك ان انت تختار. يعني ايه تختار؟ هو دلوقتي الفيس قال لك انت ليك عدد نقرات معينة في اليوم، او مش بيديك عدد نقرات معينة في اليوم، لا، انت حسب الميزانية بتاعتك هتديك عدد نقرات معينة في اليوم. اقل ميزانية يا جماعة يوميا في الفيس هي $10، تمام؟ دي اقل ميزانية بيسمح بيها في الميزانية اليومية. المفروض ان هو انت لما بتحدد الميزانية بتاعتك بيديك الحد الأدنى والحد الأقصى للضغط في الإعلان. أنت عشان تبقى ذكي مع الفيسبوك، عشان هو يتقبل إعلاناتك وكمان يديك مواعيد مناسبة، يظهر لك الإعلان في وقت كويس، يبقى أنت لازم تختار أعلى سعر للنقرة مبدئيا. ده أولا. الفيسبوك عايزك تصرف أكتر علشان هو كمان هيديك أكتر، وكل ما تصرف اكتر هيديك افضل، الاكتر معها الافضل على طول. يبقى احنا لازم نعمل استراتيجيه تسويقيه للفيسبوك علشان نعظم منها استفادتنا بعنايه من الاعلانات بتاعتنا على الفيسبوك. ازاي بقى؟ انه احنا مبدئيا نخلي نختار الحد الاقصى للنقر، ده هيفيدنا جدا في اعلاناتنا في الاول. وكمان ما ينفعش نختار ادنى حد للنقره، لانه لو اخترنا ادنى حد الفيس هيخلي اعلاننا في الضياع. يعني الاعلان هيظهر في اوقات غير مناسبه، اوقات الناس مش موجوده، ممكن يظهر الساعه 3 بالليل محدش شايفه، يظهر الفجر محدش شايفه، يظهر المغرب محدش شايفه، المواعيد اللي الناس ما بتكونش موجوده فيها. لكن لو انت اخترت اعلى سعر بما انك معلن جديد، الفيس هيسمح لإعلانك إنه يظهر في المواعيد المناسبة، يعني مواعيد الذروة زي ما بيقولوا. هنا ده في اختيار الميزانية. الحاجة الخامسة بقى والأخيرة اللي هي استخدام خاصية التتبع، اللي هي معرفة النتائج بتاعة الإعلانات. إنه إحنا دايما بصفة دورية ندخل على الفيسبوك، على التحليلات بتاعة الفيسبوك لإعلاناتنا، ونتابع منها التحليلات دي، اعلان انهي واحد فيهم عامل نسبه مشاهده اكتر، انهي واحد فيهم عامل لايكات اكتر، متابعه، مشاركه. الحاجات دي كلها لازم نتابعها يا جماعه بشكل يومي، ولو بشكل دوري كل ساعه او كل ساعتين برضو مفيش مشكله، بس الافضل انها تكون متابعه بشكل يومي. انا عشان تبقى متابع اي اعلاناتك هو الافضل، اي توقيت هو الافضل للاعلان، اي سعر للضغطة هو الافضل. ما هو انت على فكرة اول يوم لما بتدي الفيسبوك بتقول له انا عايز باعلى نقرة، تاني يوم لما تخش في تعديل الاعلان هتلاقيه خفض لك الحد الاقصى من النقرة. كل ما هو خفضه لك انت كمان خش خفض، كل يوم هيخفض لك. ليه؟ انت خلاص اخترت الحد الاعلى، عملت انفاق اعلى في اول يوم، تاني يوم مكافأة ليك قال لك خد ايه الحد الاعلى هقلله لك شوية، تدخل انت كمان على تعديل الاعلان وتقلل في الحد الاعلى بتاع الاعلان بتاعك. وكل يوم بتعمل فيه وتختار الحد الاعلى بيديك حد ادنى من الحد الاعلى، وهكذا لحد ما هتوصل لحد ادنى يكاد يكون 1 سنت في للضغطة الواحدة. يبقى احنا لازم نتابع اعلاناتنا، دي استفادة من استفادات الفيسبوك اللي بيعملها. وزي ما قلنا انه احنا علشان نعمل اعلان كويس
عندنا 3 حاجات لازم نهتم بيهم جدا يا جماعة، العنوان والنص الإعلاني والصور. ال3 حاجات دول زي ما قلت لكم لازم نهتم بيهم جدا. عايزة أوضح في الصور نقطة معينة. سي مثلا هنا انتوا شايفين الجملة اللي أنا كاتباها بالأسمر، How to create a killer Facebook account. الجملة دي انتوا شايفينها في وسط خلفية بيضاء، تمام؟ انتوا بالنسبة لكم الجملة دي مجرد جملة وسط توهان كده، مش متحددة، فما تحسش انها صورة، رغم انها صورة على فكرة، ما هياش جملة انا كاتباها على الصفحة، هي صورة محطوطة، وهتحس هنا في حدود كده لبني شوية او سماوي للصورة، تمام؟ انا قصدت احط الصورة دي عشان أأكد لكم على حاجة معينة، إنه أنت في الفيسبوك ابعد تماماً عن إنك تعمل صيغة إعلان صورة إعلانية فيها اللونين اللبني الأزرق، اللون الأزرق والأبيض. ليه نبعد عن الأزرق والأبيض؟ أولاً خلفية الفيس، إحنا قلنا يا جماعة إنه خلفية الفيس أبيض فأزرق، الفيس عبارة عن لونين أبيض وأزرق، تمام؟ زي الصورة اللي أنا حطاها دي، الصورة دي عبارة عن لون أبيض، هي صورة فعلا، ما هيش كلام مكتوب على الصفحة البيضة دي، دي صورة بيضة متحددة بإطار خفيف جدا كده من الجنبين على اليمين والشمال باللون اللي هو السماوي الهادي، فمش واضح اللون رايح وسط الأبيض، فبين لكم إن الكلام ده كأنه مكتوب على الصفحة نفسها، ما هيش صورة. هي نفس الحكاية يا جماعة في الصور، لو انت بتستخدم صورة الخلفية بتاعتها بيضة هتلاقيها راحت في الصفحة، ما بقتش متحددة، بقت جزء مدمج من الفيسبوك، ما بقتش ملفتة للنظر، زي الصورة اللي انا حطاها بالظبط، مش ملفتة للنظر، ده مجرد كلام مكتوب. ياريت يا جماعة تاخدوا بالكم جدا من موضوع الصور، نبعد تماما عن اللون الازرق والابيض، ومحتوى النص نختار محتوى نص فريد، زي في جوجل بالضبط نفس الكلمة، محتوى نص فريد، محتوى النص الفريد الجذاب المهم، العنوان كمان برضو لازم يكون عنوان جذاب وفريد. أنا ما قدرش أقول لكم عنوان زي إيه، أنا مش عارفة المنتج إيه اللي انتوا هتسوقوه، كل واحد فيكم هيسوق لحاجة مختلفة عن التاني، بس أنا بقول لكم أساسيات، لكن لما تكونوا بتسوقوا في حاجة معينة تعالوا اسألوني ايه اللي ينفع نكتبه فيه، او قولولي انتوا هتكتبوا ايه وانا اقول لكم رأيي، ما عنديش اي مشكلة، لكن انا ما ينفعش يا جماعة اقول لكم، عشان يعني حد سألني في الخاص قال لي قولي لنا الكلمات اللي نقدر نكتبها الجذابة في العنوان، قال لي قولي لنا الصور اللي نقدر ننزلها تكون عاملة ازاي، ما هو انا مش عارفة انت بتسوق لايه، مش هقدر افيدك، لكن اديني مثال وانا هرد عليك، مش هبخل عليك بالمعلومة، لكن انا بقول لك الاساسيات، بقول لك ما تستخدمش اي صورة فيها ابيض وازرق، زي كده الصفحة بتاعتنا بيضة، وانا للأسف حطيت لكم صورة بيضة، انتوا مش شايفين ان دي صورة، انتوا شايفين ان ده مجرد كلام انا كاتباه. طيب يا جماعة، احنا كده عرفنا ازاي نعمل حملة، ازاي ندير حملة اعلانية، تعالوا بقى نتعرف مع بعض ازاي نعمل الحملة الاعلانية بتاعتنا، ازاي ندخل الفيزا كارد بتاعنا، ازاي نستخدم كوبون الفيسبوك، تمام، وازاي نعمل الاعلان بتاعنا. هعرض عليكم فيديو دلوقتي، هو فيديو شرح لطريقة استخدام الفيزا وكوبون الفيسبوك. الفيديو ثانية واحدة هجيبه لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة معنا درس جديد من دروس الفيسبوك، وهو ازاي تعمل اعلانات على الفيسبوك باستخدام كوبونات الفيسبوك المجانية. اولا كوبونات الفيسبوك المجانية عندنا فئتين من الفيسبوك المنتشرة في السوق حاليا، وهي كوبون الفيسبوك فئة $50، كوبون فيسبوك فئة $150، لكن الأكثر انتشارا هي كوبونات الفيسبوك $50. طيب، يشترط انه احنا الاكاونت بتاعنا يكون جديد اولا علشان نقدر نعمل اعلان بكوبون مجاني على الفيسبوك.
عندنا بعض الشروط عشان نقدر ندخل الكوبون ده. أولاً يكون عندك فيزا إنترنت تقدر تطلعها من أي بنك بيعمل فيزا إنترنت. ثانياً الفيزا دي ما تكونش استخدمتها على أي حساب قبل كده على الفيسبوك في الإعلانات طبعاً. ثالثاً الأكاونت بتاعك اللي أنت بتعمل بيه الإعلانات ما يكونش عملت بيه إعلانات قبل كده بكوبون فيسبوك، لأن كل أكاونت جديد بيقبل كوبون فيسبوك واحد. تمام، تعالوا مع بعض نعرف إزاي. في حاجة كمان برضو مهمة من ضمن الشروط، إن الأكاونت بتاعك يكون متصل بالتليفون بتاعك، التليفون يكون خط فودافون أو موبينيل، لأن الفيسبوك بيتعامل مع فودافون أو موبينيل، لكن اتصالات غير موجود في التعامل معي، بحيث ان الاكاونت بتاعك لو اتسرق لا قدر الله، او لو انت بتدخل الكود واتقفل تقدر ترجع الاكاونت تاني عن طريق الموبايل، بيجي لك رسالة بالكود الجديد بتاع الفيس وتدخل الاكاونت بتاعك اللي انت بتعمل بيه الاعلانات ما يكونش عملت بيه اعلانات قبل كده بكوبون فيسبوك، لان كل اكاونت جديد بيقبل كوبون فيسبوك واحد. تمام، تعالوا مع بعض نعرف ازاي. في حاجة كمان برضو مهمة من ضمن الشروط، ان الاكاونت بتاعك يكون متصل بالتليفون بتاعك، التليفون يكون خط فودافون او موبينيل، لان الفيسبوك بيتعامل مع فودافون او موبينيل، لكن اتصالات غير موجود في التعامل معي، بحيث ان الاكاونت بتاعك لو اتسرق لا قدر الله، او لو انت بتدخل الكود واتقفل تقدر ترجع الاكاونت تاني عن طريق الموبايل، بيجي لك رساله بالكود الجديد بتاع الفيس وتدخل الكود وتقدر تشغل الاكاونت. طيب نبدا مع بعض نشوف ازاي نعمل اعلاناتنا على الفيسبوك. نيجي هنا على الدايره ديت سيتنج، في حاجة عندنا اسمها Your Advertising اللي هي إعلاناتك. Your Advertising عندنا مقسمة لقسمين، Create an Advertising اللي هو إزاي تعمل إعلان، تاني حاجة Manage Advertising إزاي تدير إعلاناتك اللي هو مدير الإعلانات. تمام، في بعض الصفحات بتظهر لنا الحاجتين دول، لكن في صفحات تانية زي كده مثلا لو ضغطنا على علامة السيتنج بيظهر لنا كلمة advertising فقط اللي هي إعلانات. أوكي، فإحنا علشان ندخل على مدير الإعلانات نضغط في السيرش هنا نكتب كلمة ADS اللي هي اختصار لكلمة advertising. أول ما بنكتب ADS اللي هي اختصار لكلمة advertising بيظهر لنا advertising on Facebook. بنضغط على كلمة advertising on Facebook بتحمل الصفحة معنا. هنا كده بتظهر لنا اللي هي صفحة advertising management أو advertising manager اللي هو مدير الإعلانات، صفحة الإدارة بتاعت الإعلانات. طيب من خلال الصفحة دي بنقدر ندخل كوبون الفيسبوك بتاعنا. بنضغط هنا عندنا على كلمة billing اللي هي بالعربي فواتير، أو اللي هو الفواتير بتاعتك اللي بتظهر لك هنا، هنتعرف عليها بعدين. عندنا في البيلينج في حاجة اسمها finding source. finding source اللي هو مصدر التمويل بتاع الإعلانات بتاعتك، وهو ده اللي عن طريقه هنقدر ندخل كوبون الفيسبوك بتاعنا. في عندنا هنا كده زرار اسمه add new finding source، بنضغط عليه. مجرد ما بنضغط عليه بتظهر لنا هنا كده النافذة دي اللي هي add a finding source اللي هو إضافة مصدر تمويل. أوكي، هو بيدي ثلاث اختيارات هنا في مصدر التمويل اللي انت هتضيفه للحملة الإعلانية بتاعتك على الفيسبوك. أول اختيار اللي هو الكريديت كارد، الكريديت كارد اللي هو الفيزا نت بتاعتنا، فيزا النت اللي احنا بنستخدمها.
الحاجة التانية اللي هو حساب على باي بي اللي هو في موقع احنا بنعمل عليه اكاونت. الاكاونت ده بتدخل عليه الفيزا. في مرة تانية في فيديو تاني هشرح لكم ايه هو الباي بي. الحاجة الثالثة اللي هي اكاونت ادفرتايزنج كوبون، اللي هو كوبون اعلانات الفيسبوك. اوكي، احنا بنختار الحاجة اللي احنا عايزين نضيف بيها ونعملها. اولا بنختار الكريدت كارد، طبعا هنضغط هنا كلمة كونتين هتظهر لنا النافذة. تمام، ظهرت لنا النافذة ديت اللي قصادنا اللي هي اسمها هنا مكتوب Enter your credit card information، اللي هو دخل المعلومات بتاعت الكريدت كارد بتاعتك. هنشوف مع بعض ايه هي المعلومات. اول حاجة ال first name وال last name هتلاقيهم مكتوبين. ال first name وال last name اللي هو النيم اللي انت كاتب بيه الاكونت بتاعك، وانت بتعمل الاكونت بتكتب ال first name وال last name، الاتنين بتلاقيهم مكتوبين عندك. تالت حاجة اللي هي credit card number، الرقم اللي موجود على الكريدت كارد بتاعك. في رقم موجود على الكريدت كارد بتدخله بالكامل من الشمال لليمين. تمام، بعد ما بندخل النمبر بتاع الكريدت كارد عندنا حاجة اسمها expiration date. expiration date اللي هو تاريخ الصلاحية بتاع الكريدت كارد. تاريخ الصلاحية برضو هتلاقيه تحت النمبر بتاع الكريدت كارد، هتلاقي مكتوب عندك الشهر والسنة، بتكتبهم برضو، بتختار من الخيارات اللي موجودة عندك الشهر والسنة. بعد كده security code، security code اللي هو الرقم السري او الكود السري بتاع الكريدت كارد بتاعتك، هتلاقيه برضو مكتوب عندك اللي هو الثلاث ارقام اللي موجودين على الجنب، بتكتبهم. بعد كده بلينج ادريس، بلينج ادريس اللي هو عنوان المراسله، العنوان اللي انت عايز يديت لك عليه الفواتير. عنوان المراسله اكتب اي عنوان انت عايز تكتبه. عندك عنوانين المفروض تكتبهم، بلينج ادريس 1 بلينج ادريس 2. بعد كده السيتي او تاون، المدينه يعني او المحافظه. بعد كده الستيت، البروفرنس، الريجيون اللي هي عبارة عن ايه، الدولة، المحافظة، المدينة. الثلاث حاجات دول او الدولة، الاقليم، المنطقة، دي الحاجات اللي هو طالبها. ده معناها باللغة العربية الدولة، الاقليم، المنطقة، معناها ان انت تكتب اسم الدولة مصر، المنطقة محافظة القاهرة مثلا، المدينة محافظة القاهرة، المنطقة تكتب المنطقة اللي انت عايش فيها في القاهرة. بعد كده البوستل كود اللي هو الرمز البريدي او الكود البريدي بتاعك، مش شرط ان انت تكتب البوستل كود. بعد كده الكونتري اللي هو الدولة، بتختار من هنا الدولة، طبعا ايجيبت لو عايز ما تدورش عليها، اضغط حرف الاي وقلب في حرف الاي هتلاقي كلمة ايجيبت. بعد ما تدخل البيانات دي كلها بتضغط على كلمة submit. مجرد ما تضغط على كلمة submit كده الفيزا كارد بتاعتك اتسجلت على الفيسبوك وتم تسجيل الفيزا. وطبعا الفيزا لازم تكون مفعلة، وتفعيلها اللي هو انت تكون شاحنها، مش مجرد ان انت عامل فيزا وبس. ومش معنى ان انت هتستخدم كوبون فيسبوك على الفيسبوك يبقى الفيزا ما فيهاش رصيد، على الاقل تكون مفعله باي مبلغ بالحد الادنى للمبالغ اللي بتتفعل بيها الفيزا كارد. صحيح هو مش هيسحب منها، بس هيستخدم الكوبون على اساس انه يكون في فيزا كارد موجوده في الحساب بتاعه. كده عرفنا ازاي ندخل الفيزا كارد. تاني حاجه حساب الباي بيل. اوكي، انت لو عملت كونتين هيدخلك على موقع الباي بيل هنا كده. نشوف مع بعض، هو بس الموقع تقيل شوية فبياخد وقت التحميل، ننتظر. تم تفعيله. اوكي، لو انت عندك حساب على الباي بيل بتكتب هنا اسم الميل بتاعك. تمام،
تكتب اسم الميل بتاعك والباسورد وتضغط لوج ان دخول، وبكده هيتم تفعيل الحساب بتاعك على الفيسبوك مع حساب البايبل، ويتم تحويل من البايبل للفيسبوك. تمام، لو انت ما عندكش حساب على البايبل بتعمل كرييت بايبل اكاونت اللي هو تكريت حساب جديد على البايبل، وبعد كده بتضيفه على الفيسبوك. تمام، دي ثلاث حاجة. نيجي بقى الحاجة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الفيسبوك ادفرتايزنج كوبون، اللي هو الاعلان عن طريق كوبونات الفيسبوك. لو ضغطنا على الفيسبوك ادفرتايزنج كوبون وبعدين ضغطنا كلمة كونتين هيطلب مننا كوبون فيسبوك اللي هو كوبون كود. كوبون كود اللي هو الكود بتاع كوبون الفيسبوك. كوبون الفيسبوك لو انت بتشتري من على النت المفروض ان هما بيبعتوا لك كود، تقريبا الكود ده 4 مقاطع حوالي 14 رقم. انت بتدخل بتاخد الكود كوبي وتحطه هنا، وبعد كده تروح ضاغط كلمة كونتين. تمام، بعد ما بندخل الكود بتاع الكوبون ونضغط كونتين، المفروض يا جماعة ان الكود ده احنا بنستخدمه خلال 7 ايام بعد ما بيوصل لنا الكود على الميل. المفروض انه انت بتتعامل مع الشركات على النت فبيوصلك الكود بتاع الكوبون بتاعك على الميل. الكود ده المفروض ان انت خلال 7 ايام تستخدمه، لان صلاحية استرجاع الكوبون هي 7 ايام فقط. لكن بمجرد ما الكود يدخل على الفيسبوك المفروض ان صلاحية الكوبون عشان يشتغل اعلانات هي 3 شهور، وهي الاكسبريشن بتاعته، الاكسبريشن دي اللي هو تاريخ الصلاحية بتاعته، بيبقى لمدة 3 شهور من يوم ادخال الكوبون لمدة 3 شهور بعد ادخال. فاحنا راعي ان احنا ندخله خلال 7 ايام، وان احنا نستخدمه بعد ما ندخله خلال 3 شهور من ادخاله. نبص مع بعض بقى نشوف بعد ما عرفنا ازاي نعمل ادد الاد بتاع add new finding source. تعالوا نشوف هنا بعد ما ضفنا الفيزا وكوبون الفيسبوك بيظهر لنا الفايندنج سورس زي ما احنا شايفين كده، بيظهر لنا هنا كده فوق اللي هو الاد كوبون اللي هي. طيب يا جماعه احنا خلاص كده عرفنا ازاي نعمل اد نيو فايندنج سورس. فايندنج سورس بعد ما ضفنا الفايندنج سورس بتاعنا اللي هو مصدر التمويل اللي هو كوبون الفيسبوك والفيزا نت، تعالوا نشوف مع بعض شكل الميزانية بتاعتنا هتكون ازاي، او البلينج بتاعنا الفواتير يعني هتكون ازاي. هنا كده لما بنخش على البلينج وبنضغط على كلمة فايندنج سورس بيظهر لنا هنا كوبون الفيسبوك اللي دخلناه، الفيزا نت اللي دخلناها، ولو احنا دخلنا الحساب الباي بيل برضو هيظهر لنا هنا كمصدر تمويل ثالث اللي هو حساب الباي بيل. طيب هنا كده في الاول بيظهر لنا ايه اهو اللي هو advertising coupon اللي هو كوبون الاعلانات، بيظهر لنا الميزانية بتاعته المفروض انه هنا $50، والاكسبيرينس بتاعه الاكسبريشن دوت اللي هو هنا كده الاكسبيرينس الصلاحية من يوم كذا، كرييتد في يوم كذا، هنا اتكريت في يوم سي مثلا 11/2/2013 المفروض انه هينتهي 11/5/2013، وهنا بيقولك الكوبون ده المفروض ان ميزانيته $50، دي الميزانية بتاعته الكاملة $50. تمام، هنا برضو بيظهر لك الحساب الفيزا بتاعتك واسم الاكاونت بتاعك والصلاحية بتاعت الفيزا هنا. تمام كده، كده عرفنا ازاي نضيف حساب الفيسبوك. لو احنا عايزين نعمل اعلانات على الفيسبوك بنضغط هنا عندنا احنا الاول الشاشة اللي احنا فاتحينها دي اللي هي شاشة advertising manager اللي هو مدير الاعلانات.
او إدارة الإعلانات بتاعتنا. تمام، هنا بنضغط على كلمة campaigns and advertising اللي هي الحملات الإعلانية، الحملات والإعلانات. تمام، هنضغط عليها، الصفحة بتحمل. تمام، هنا كده بيظهر لنا على جنب كلمة create and advertising. لما بنضغط على كلمة create and advertising هتظهر لنا الصفحة دي. طبعا عندنا بعض الخيارات، احنا لو عايزين نعمل اعلان لصفحة من الصفحات اللي عندنا بنضغط على اسم الصفحة، وهنا get more like او نعمل بروم للبوست موجود في الصفحة اللي هو نجيب لايكات كتير على البوست بحيث ان الصفحة تنتشر اكتر. وهنا اللي هو السي بي سي عن طريق الكليك، الضغط على الصفحة اللي هو ريفيو، بنعمل ريفيو للصفحة انه يبقى نسبة المشاهدة للإعلان كبيرة، مش هدفنا ان احنا نجيب لايكات على الصفحة. تمام، وهنا دي بيانات خاصة بالإعلان، طبعا التفاصيل بتاعتها بعدين نبقى نتكلم فيها اللي هو ازاي تعمل إعلان على الفيسبوك، لكن ده شرح مبسط ان انت ازاي تخش تعمل إعلان. تمام، نرجع تاني للقائمة اللي احنا كنا فيها اللي هي Advertising Manager. احنا هنا كده ضغطنا على Create and Advertising. طبعا لما بنعمل Create للAdvertising المفروض انه بيظهر لنا هنا الاعلانات المقبولة والمرفوضة، وهنا بيظهر لنا الاعلان والميزانية بتاعته، وبيظهر لنا اللي اتصرف من الميزانية واللي لسه ما اتصرفش، وهنا تاريخ انتهاء، تاريخ ابتداء الاعلان، هنا كده تاريخ ابتداء الاعلان، وهنا الاعلان اذا كان مفعل او لا. مدام ظاهر بالعلامة الخضراء يبقى مفعل، اذا ظهر بعلامة يساوي يبقى بيز اللي هو بوزد اللي هو تم ايقافه، او نضغط على علامة الاكس يبقى تديد بندلة الاعلان. اوكي، كده يبقى احنا عرفنا ازاي نضيف كوبون فيسبوك، وازاي نعرف نعمل اعلان بصفة عامة على الفيسبوك، وان شاء الله لينا درس جديد من دروس الاعلانات على الفيسبوك، وازاي نعمل حملة اعلانية ناجحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة، احنا كده عرفنا ازاي نعمل اعلان على الفيسبوك والحاجات اللي مش موجودة في الفيديو، انا طبعا شرحتها لكم دلوقتي ووضحتها لكم. الحاجات الخاصة بالاعلان دلوقتي بقت واضحة بالنسبة لكم. في اي مشكلة بالنسبة لكم لما شفت الفيديو، في اي خطوة صعبة بالنسبة لكم، حاجة مش مفهومة؟ تمام يا جماعة، احنا كده عرفنا ازاي نعمل حملة اعلانات على الفيسبوك، وازاي نستفيد من الاعلان على الفيسبوك. بالنسبة للكوبونات، طيب يا جماعة، بالنسبة للكوبونات المجانية هي مش صعبة على حاجة، هو زي ما انا قلت في الفيديو، سعر اللايك بكام؟ لا، هو حسب الميزانية اللي انت بتعملها، انا ما بقدرش احدد لكم اسعار يا جماعة، حسب الميزانية اللي انتوا بتعملوها بتحدد لكم الاسعار. زي ما قلت، الميزانية اللي انت بتحطها الفيسبوك بيديك عليها حد ادنى للموضوع وحد اقصى للموضوع. تمام، هو فعلا الموضوع عايز تطبيق، بس في نقطة صغيرة عايزة أقول لكم عليها، بما إنكم لسه جداد في مجال التسويق المدفوع. الفيسبوك عادة بعد أول يوم من الإعلانات، لو أنت بتعمل حملة إعلانية بكوبون الفيسبوك اللي هو $50 زائد إن أنت مدخل الفيزا فيها مثلا أقل حاجة 20 جنيه، الفيسبوك يا جماعة بيديك مع أول حملة إعلانية $50، يعني أنت بتصرف على حملتك الإعلانية $100 مش $50.
بس عايزة أوضح لكم نقطة، إن $50 دي مش بيديها لك مبالغة ولا هي مجانية، لأ هو بيديها لك مكافأة ليك إن أنت عملت إعلانات عنده، وبيشجعك إن أنت تعمل إعلانات تاني عنده، علشان لما تدخل تيجي تعمل إعلانات تانية هيخصم منك $50. يعني دي معلومة أنا حابة أقولها لكم عشان يبقى عندكم المعلومة كاملة. الفيسبوك فعلا بيدي $50، بس بيديها لك مقابل انه انت تعمل اعلانات تاني وتشغل له الاعلانات بتاعته وتزود الحملات التسويقية بتاعتك، وبكده هو مستفيد منك وفي نفس الوقت بيفيدك. طيب ايه الفرق بين الاعلان الفيسبوك وميزومي؟ لا يا جماعة، ميزومي ده مش اعلان. مين قال ان ميزومي اعلان؟ ميزومي انا قلت ده موقع تبادل لايكات، لكن انا دلوقتي عندي منتج، عندي منتج وعايز اسوق له على الفيس، عايز الناس تشتري مش ناس تعمل لايك للبوست. اكيد طبعا فرق كبير بين الاعلان على الفيسبوك وميزومي. ميزومي ده لو انت منزل بوست كده عادي محدش بيعبر حد عليه، فيروح مدخل البوست على ميزومي يجيب له لايكات على البوست، لكن احنا مش عايزين لايكات على البوست، احنا عايزين ناس تشتري. تمام، احنا عايزين لايكات على الصفحة، اوكي نشغل ميزومي، لكن عايزين نبيع؟ لا، نعمل حملة إعلانية على الفيسبوك. في فرق كبير يا جماعة بين ميزومي والتسويق على الفيسبوك. تمام، إزاي نعرف نجيب كوبونات الفيسبوك المجانية؟ ممكن حضرتك تعمل سيرش على النت، هتلاقي شركات التسويق كبيرة بتبيع كوبونات فيسبوك. في شركات كتير، أنا مش عايزة أقول اسم شركة، ويعني مش عايزة لان الفيديو ده متسجل وناس كتير هتشوفه، فمش عايزة اقول اسم شركة معينة يبقى ده تسويق للشركة. انا مش هقول اسم شركة معينة، بس اللي هقوله ممكن تدخل على جوجل تعمل سيرش باسم شراء كوبونات فيسبوك، هتلاقي اسامي شركات كبيرة طالعة لك وممكن تتعامل معاها. طيب يا جماعة، أي سؤال تاني بالنسبة لعمل الحملة الإعلانية؟ إزاي ننضم لشركة ونسوق لمنتجها؟ لا، هو أنت ما بتنضمش لشركة وتسوق لمنتجها، لأن يا جماعة أنت بتسوق لنفسك كمسوق. اثبت نفسك كمسوق، اعمل صفحة، اعمل كل اللي انا قلته في الثلاث محاضرات، يعني المحاضرتين اللي فاتوا والمحاضره دي والمحاضرات الجايه، بعدها هتلاقي الشغل جالك لحد عندك. انا ما رحتش يعني في بدايه حياتي كتسويق ما رحتش لشركه قلت لها اعمل لك حمله اعلاميه، لا، انا كونت نفسي، جهزت نفسي كمسوق، بدا الشغل يجي. بس كمان انتوا الكورسات اللي هتاخدوها او الكورس اللي انتوا بتاخدوه حاليا، الكورس ده كمان بيتيح لك فرصة عمل، انه انت لو عملت مشروع التخرج بتاع الكورس حاجة كويسة جدا، انا ممكن اضمكم الفريق التسويق بتاعي وتنضموا ليه وتشتغلوا وتسوقوا لمنتجات شركات كبيرة ومنتجات وتسوقوا الكورسات. بس اهم حاجة انا ما باخدش اي حد، انا باخد الناس اللي فعلا عايزة تشتغل والناس عندها كفاءة. طيب يا جماعة، اتفضل يا إمام، إيه السؤال؟ قلت في بداية الفيديو بتاع الكوبونات بدأتي من إعدادات ومنها دخلتي على الإعلانات، أنا الخيار ده عندي، أنت وصلتي له إزاي؟ طب يا جماعة، هو طبعاً الفيسبوك اتغير اليومين دول، فأكيد الخيارات دي عندكم متغيرة، فأنا عشان كده وأنا بتكلم قلت روح على السيرش واكتبوا فيه ADS، هيظهر لكم على طول ADS فيسبوك مانجر اللي هو مدير الإعلانات، أو أنت من السيتنج هتلاقي حاجة خاصة بالإعلانات. أكيد الصفحات الجديدة هتلاقي فيها مثلا كلمة advertise،
ممكن حاجة تانية هتلاقي كلمة advertising، أي كلمة بتعبر عن إعلان، يعني أنتوا مش هتشوفوا كتير بس هي عامة موجودة في السيتنج بتاع أي أكونت. ملك، أنا قلت إنه في مشروع تخرج المفروض إن أنت بتحضري على الأقل 75% من المحاضرات اللي أنا بشرحها. بعد ما بتحضري المحاضرات المفروض إن في مشروع تخرج أنا بقول لكم عليه بتعملوه وبتتابعوا معايا على الصفحة بتاعتي، وعلى أساس المشروع ده أنا بقيمه والأفضل فيكم إن شاء الله هضمه للفريق بتاعي. طب لو فيزا فيها مثلا 300 دولار وانا عاوز اعمل اعلانات ب 200 دولار بس ازاي؟ انت بتحدد الميزانيه. يا جماعه انا قلت نقدر نحدد الميزانيه اللي احنا نصرف بيها. انت مثلا بتحدد الميزانيه ان في اليوم هتعمل ميزانيه 10 دولار، هتعمل الحمله الاعلانيه بتاعتك لمده 10 ايام، 10 ايام في 10 دولار يبقى كام؟ 100 دولار. لو انت عايز تعملهم 200 يبقى 10 دولار في 200 يبقى في 20 يوم وهكذا. تمام يا جماعه؟ انتوا بتقدروا تحددوا عدد الايام والميزانيه اللي انتوا هتعملوها لليوم. اوكي؟ طيب. طب معلش يا جماعه ثانيه واحده كده توقفوا الاسئله عشان عايزه ارد على الاسئله اللي فاتت. بالنسبة لفيزا بنك مصر، على فكرة يا جماعة من أفضل الفيز المستخدمة في الإنترنت، فيزا متخصصة أصلا في بنك مصر، فيزا خاصة بالإنترنت. الفيزا دي سهل جدا تطلعها من أي فرع من فروع بنك مصر، هي بتطلع برسوم 25 جنيه، بتطلع بعد 10 أيام، يعني من أسبوع لعشر أيام. دي فيزا بنك مصر. وفي فيزا البنك العربي الافريقي الدولي برضه بيطلع الفيزا، بس بتطلع في نفس اليوم، بس بتدفع 120 جنيه 20 جنيه رسوم الفيزا وبتشحنها ب 100 جنيه. انما فيزا بنك مصر بتشحنها ب 20 جنيه بس، يعني بتطلعها ب 25 وبتشحنها ب 20 جنيه عشان تشتغل، يعني اجمالي اللي هتدفعه هيبقى 45 جنيه 25 جنيه عند لما بتروح تعملها، و 40 جنيه عند استلامها عشان تشحنها. طيب طبعا ممكن تتعامل بعملات تانية يا ريهام الحملة الإعلانية، بس هو غالبا مفيش جنيه مصري، بس هو بيسحب من الفيزا لو بالمصري عادي، بيسحب منها بالمصري وهو بيعمل تحويل عملات. الفيسبوك فيه تحويل عملات اللي هو بيقيم لك الفلوس اللي انت حطها بالمصري بيقيمها بالدولار. المشروع عبارة عن ايه؟ المشروع يا جماعة مشروع التخرج هقوله لكم في اخر الكورس، بس عامة المشروع هيكون عبارة عن العملي اللي انا عامله لكم الفيديو ده ان انتوا تطبقوه وتبعتوا لي. يعني انا قلت تعملوا صفحة فيسبوك، تعملوا صفحة فيسبوك، تعملوا لها ابلكيشن، تعملوا لها قناة يوتيوب. الحاجات اللي انا بقولها عملي هي اللي هتطبقوها وتعملوها لي المشروع. وطبعا هقول في اخر محاضره المشروع بالكامل هيكون ايه. ازاي اقدر اعمل فيديو تسويق ويكون جذاب؟ الفيديو التسويق يا جماعه هتكلم فيه مش دلوقتي، الفيديو التسويق ان شاء الله في محاضره خاصه بالتسويق عن طريق اليوتيوب هتكلم فيها ازاي تعمل فيديو تسويق. منى عايزه تتعلمي مش عارفه تبتدي ازاي، ابتدي معايا. كل محاضره انا بقول فيها حاجه عملي اعمليها، وانا قلت لكم الكلام ده يا جماعه من اول محاضره، كل ما اقول لكم على حاجه عملي تطبقوها وتيجي المحاضره الجايه تقولوا لي النتيجه. تمام؟ يعني انا النهارده كلمتكم على الاعلان وقلت لكم انه الاعلان الصوره بتاعت الاعلان اعملوها متحدده ليها بالرئيس، وبلاش تخلي فيها لا لون ازرق ولا لون ابيض. جربوا فكره الاعلان دي ونزلوا صوره، بلاش هي مش هتكون اعلان، نزلوا بوست على صفحتكم، البوست ده فيه حكمه معينه، فيه ايا كان،
المهم ان الصوره تكون بتعبر عن حاجه كويسه، حاجه جذابه، واعمل برواز للصوره. لو البرواز يكون اسمر يبقى فكره كويسه جدا. اوكي، اعملوا برواز للصوره وتعالوا قولوا لي المحاضره الجايه هل البوست ده حقق نسبه مشاهده اعلى من البوستات اللي موجوده في الصفحه بالفعل ولا لا؟ اسماء بتقول انا عملت اعجاب بعده صفحات باسم صفحتي ومش عارفه اشيل الاعجابات دي عشان شكلها مش حلو. عامة يا جماعة أنا ما بفضلش إن إحنا نعمل إعجاب لأي صفحة بأسامي صفحتنا إلا إذا كانت صفحة ماركة عالمية أو ماركة معروفة، زي مثلا صفحة موبينيل، اتصالات، فودافون، بيبسي، كوكاكولا، الصفحات دي ماركات عالمية، لو موجودة في صفحتنا مفيش منها أي ضرر على صفحتنا، لكن ما ينفعش أنا صفحتي الشخصية أروح أعمل بيها لايك لصفحة تانية زي صفحتي أو أقل. أنا كده بسوق للصفحة التانية، تمام؟ بالنسبة إنه إزاي تشيل اللايكات دي، لازم تخش بصفحتك على الصفحة اللي أنت عملت لها لايك وتلغي اللايك منها، تمام؟ طيب، إسلام، طب أنا بسمع كتير عن استخدام الفيزا في الإنترنت بيعرضها لخطر السرقة. لا طبعا يا اسلام، لانه في نظام حمايه للفيزا على الانترنت. انا نفسي لما بعمل اعلان على الفيسبوك الفيس بيديني انه البنك مثلا رفض تشغيل الفيزا. دي حصلت معايا في مره، فلما جيت اتصلت على البنك قالوا لي هو نظام حمايه مش اكتر، احنا مش عارفين ان انت اللي بتستخدمي الفيزا، فعشان كده ترجعي لنا وتتصلي بينا واحنا ناكد عليكي ونشغلها عادي ما فيش مشكله، ده اول مره استخدمتي فيها الفيزا عشان تضعفي. حاجه كمان، ان الفيسبوك في سريه وفي خصوصيه بيمنع ظهور رقم الفيزا. يعني انا مثلا دلوقتي لما عرضت عليكم الإعلان كان فيه رقم الفيزا بتاعتي مش ظاهر غير ثلاث أربع أرقام الأخرى، وباقي الأرقام كلها علامة إكس. ده نوع من أنواع الخصوصية أو اللي هو الحفاظ على رقم الفيزا بتاعتك من السرقة، حتى مش بيضمن لك أنت شخصيًا، يعني شوف لدرجة إيه. معلش يا جماعة، أنتوا كتبتوا أسئلة كتير وأنا برد على إيمان بيقول إيه الفرق بين فيزا إنترنت وفيزا القبض العادية؟ فيزا القبض العادية ممكن تسحب منه فلوس في أي مكنة، وما ينفعش تستخدمها في شراء أي منتجات على الإنترنت، لكن فيزا الإنترنت مستخدمة فقط للإنترنت لشراء وعمل إعلانات على الإنترنت، حتى كمان ما بيتحولش عليها فلوس. ملك، أنا برد على الأسئلة اللي أنا شايفاها. بعدين انا رديت على سؤال ليكي. وبعدين يا جماعه انتوا بتكتبوا اسئله كتير ورا بعض، انا ما بلحقش اتابعها. الصور يا جماعه، يعني الصور يفضل انها تكون انتوا اللي عاملينها، بلاش صوره جاهزه من على النت. يعني الصوره اللي جاهزه من على النت حاول ان انت مثلا تحط عليها شعار معين، تحط عليها الكلام الخاص بالمنتج، يكون كلام ملفت للنظر. انا قلت يا ملك انه اللي عايز يشترك معايا في جروب التسويق الخاص بيا لازم يعمل مشروع التخرج اللي انا هقول عليه، وانا بقيم مشروع التخرج وعلى اساس تقييمي بحدد مين الاشخاص اللي هيشتغلوا معايا، تمام؟ يعني بشحنها الفيزا، بشحنها كارت موبايل فيزا انترنت. طريقة شحن الفيزا يا جماعة، بتشحن في البنك، بتروح البنك بتدفع الفلوس، بيطلع لك ايصال زي كده اللي هو نظام الدفع الكاش بتاع الفواتير بتاعت موبينيل، نفس الطريقة بيديك ايصال بالدفع وبيشحن لك الفيزا، بس لازم يكون معاك الفيزا عشان بيمررها على المكنة. يا جماعة أنا قلت فيزا إنترنت، ما تعملش فيزا غير كده، لأنه في بنوك بتقول لك عشان تطلع فيزا إنترنت لازم تفتح عندنا حساب مثلا
اقل حاجه 300 جنيه او اقل حاجه 600 جنيه. ده بعض البنوك على فكره قالت كده، انه انت تفتح حساب مش عارفه اللي ب 300 واللي ب 600 واللي ب 1200، وعلى اساس الحساب الديري ده بيطلعوا لك معاه فيزا مجانا الانترنت. طب انت ليه تدفع 1000 ولا 300 ولا 600؟ ما انت تدفع 25 جنيه وتعمل فيزا مخصوص للانترنت. وانا قلت لكم على اسامي البنوك زي البنك المصري، وانا افضل انه كله يعملها في البنك المصري. والبنك العربي الافريقي الدولي برضو. اسماء بتقول لي انا عملت زي ما قلتي بس ما عملتش تفاعل معايا. عملتي ايه اللي زي ما انا قلته؟ ما ينفعش يا محمد تعمل حذف، ما ينفعش تعمل حذف لحد عامل لايك، يعني ما ينفعش تلغي اللايك بتاعه، لكن ينفع تعمل له حظر، يعني تعمل له حظر تدخل جوه على الاعدادات وتحط اسمه في المحظورين. موقع لتصميم الصور. اوكي يا جماعه، ده موقع لتصميم الصور. ريهام من السودان، انا ما اقصدش بنوك محدوده، بس انا بتكلم عن البنوك اللي اتعاملت معاها وعارفاها كويس. لا مش شرط ان يكون ايميل القناه هو نفسه ايميل الصفحه عشان الربط ما بينهم، بس لازم تكوني مسجله دخول على القناه عشان تقدري تربطي ما بين الصفحه والقناه. طبعا الفوتوشوب اقوى بكتير، بس مش كلنا عارفين نشتغل على الفوتوشوب، ومش كلنا بنعرف نضيع وقت كبير في الفوتوشوب. وانا شايفه انه الشغل على الموقع اللي انا اديته لكم، انا عن نفسي بشتغل عليه، ممكن اعمل تصميم صوره في 5 دقائق بس، انما الفوتوشوب محتاج مجهود ومحتاج وقت. تخيل احنا مش محتاجين نضيع وقتنا في الفوتوشوب. هي اسماء كانت بتتكلم على موضوع اللايكات. اسماء انا بتكلم على الصفحه، انت تدخلي انت عملتي لايك بالصفحه، زي ما دخلتي بالصفحه على الصفحه تعملي لها لايك، خشي بالصفحه على الصفحه واعملي لها ان لايك. تمام. المحاضرة خلصت يا جماعة. بالنسبة لكود ال HTML، الفيديو موجود على قناة اليوتيوب الخاصة بي، يا ريت بس الدعم الفني ينزل رابط قناة اليوتيوب ورابط الصفحة ورابط الجروب ورابط الأكونت بتاعي، عشان الناس المتدربين اللي عايزين يتواصلوا معايا بخصوص المشروع. أوكي يا جماعة. رابط موقع رفع الصور، ده رابط الموقع. حماية الفيس مش خاصة بالتسويق الإلكتروني يا إمام، بس عامة أنا ممكن أقولها لكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية، لأن دي حاجة بسيطة. هو أنتوا حماية الفيس، أنت بس اعمل إجراءات معينة، الباسورد خليها فيها حرف كابيتال، فيها حروف سمول، فيها شيفت ورقم، وفيها ارقام عاديه. انت كده بتكتب باسورد محميه قويه جدا. حاجه كمان، خلي الفيسبوك بتاعك مربوط برقم التليفون، بحيث ان لو حد سرقه انت ممكن ترجعه عن طريق التليفون، ترجعه عن طريق الميل. بس هي دي اساليب الحمايه للفيسبوك. المواقع الأجنبية اللي زي ميزوني مش مفيدة للصفحات العربية، بس لو هي فيها تخصيص بلدان، تخصيص دولة معينة، ممكن تدخل فيه تشترك فيه. طيب يا جماعة، أي سؤال تاني؟ ما هو انا قلت لمحمد انه انا مش هقدر اقول لك الاعلان ده ازاي يتعمله. انا قلت يا جماعه ان انا بقول المبادئ الاساسيه او الاسس اللي بيمشي عليها الاعلان، انه الاعلان يكون عنوانه جذاب وملفت للنظر، ان محتوى الاعلان يكون محتوى جديد مش حاجه بنسمعها كل يوم، ان الصوره نفسها تكون مختلفه، تكون جذابه، يكون مكتوب عليها كلام
كلام مختلف، كلام يشد انتباهي، يلفت نظري. محمد، أنا قلت عدد المحاضرات والموضوعات اللي هنناقشها قلتها في أول محاضرة، ممكن ترجع لرابط أول محاضرة على اليوتيوب تبع قناة أكاديمية ملتقى الدارين وتسمعها من أول وجديد. طيب يا جماعة، أي استفسار تاني؟ المحاضرة إن شاء الله كل يوم جمعة الساعة 11 خلال شهر رمضان. لا، التواصل المشروع يبقى على الصفحة الشخصية يا جماعة مش على الجروب. أنا قلت المطلوب تطبقوا كل شيء أنا بقوله عملي في كل محاضرة، بعد كل محاضرة طبقوا اللي أنا قلته عملي، تمام؟ اللي عايز يدخل في الشريط الجماعي يكلمني على الخاص ويقول انا تبع اكاديميه ملتقى الدارين، وانا هعمل شريط جماعي خاص بالمتدربين في اكاديميه ملتقى الدارين وادخلكم فيه. كل ما حد يكلمني هدخله في الشريط الجماعي من اول بكره ان شاء الله يا جماعه. الشريط الجماعي اللي هيبعت لي رسالة ويقول لي أنا تبع أكاديمية متدرب في أكاديمية ملتقى الدارين هضيفه في الشات الجماعي من أول بكرة إن شاء الله. طيب، أي استفسار تاني يا جماعة؟ الشات الجماعي علشان نتواصل مع بعض أكتر ومتابعة لمشروع التخرج، وكمان الناس اللي بتطبق عملي وعندها مشكلة ممكن نتابع مع بعض في الشات الجماعي. مش هيكون الوقت محدد، أي واحد عنده سؤال يسيب لي السؤال في الشات الجماعي وأنا لما أكون موجودة هدخل أرد عليكم. إن شاء الله يا جماعة تستفيد. أيوة، عن طريق الأكونت، اللي عايز يتابع معايا في الشات الجماعي يضيف الأكونت بتاعي ويبعت لي رسالة يقول لي أنا متدرب في أكاديمية ملتقى الدارين، لأن أنا ما بكلمش حد على الخاص غير المتدربين. أي استفسار تاني يا جماعة؟ طيب، إن شاء الله نتقابل المحاضرة الجاية بإذن الله، وأتمنى إنه يكون المحاضرة بتاعت النهاردة تكون مفيدة بالنسبة لكم وتعلمتوا فيها حاجات جديدة إن شاء الله. يلا، السلام عليكم وتصبحوا على خير.